هي ذكي صباح الخير. أخبار تتنى فترات الندى لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشات التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا مصطفى. صباح الخير عليك يا بسنت وصباح الفل على حضراتكم كلكم. صباح عليكم مرة تانية وخلينا نصبح على زميلتنا دينا شرف ونروح نتعرف منها على أخبار الطقس في القاهرة وباقي المحافظات. صباح الخير يا دينا. صباح الخير يا مصطفى. صباح الخير يا بسنت. صباح السعادة والتفاؤل على كل المصريين في كل مكان. صباح الخير عليك يا دينا. قولي لنا كده مين من المدرسين أثر فيكي وانتي صغيرة؟ انتوا عندكم وقت تاخدوا مراحل الدراسة كلها معايا. يعني أكتر حد بالنسبة لك انتي حسيتي انه ده أثر في شخصيتي جدا. وانا في فعلا عدد من الأشخاص في حياتي من المدرسين يدرسوا لي على مدار المراحل الدراسة من واحنا مثلا في ابتدائي الإعدادي أثروا فيا بشكل كبير جدا. يعني عمري ما هنسى ميس عزة اللي كانت بتدرس لنا اللغة العربية في الإعدادية، وكان بالنسبة لنا النحو يعني بداية بقى النحو بتعمق شديد جدا كان في الإعدادية، فكان صعب علينا كلنا، كانت بتبسطه بشكل كبير جدا. عمري ما انساه، يعني في حاجات لحد دلوقتي هي حفظتها لنا انا بقيت عارفاها من عن طريقها وعمري ما بنساها. لو كبرت شوية ودخلت ثانوي وثانوية عامة عمري برضو ما هنسى ميس فاطمة في الكيمياء، لدرجة ان انا يمكن في امتحان الثانوية العامة انا جبت الدرجة النهائية في الامتحان بسبب دراستها لينا وسبب طريقتها لتوصيل المعلومة بطريقة هادية وجميلة جدا، وهي كانت شيك كده وكلاس قوي، فكنت بحب قوي ان انا اتعامل معاها وافهم منها قوي. دخلنا بعد كده بقى وصلنا مراحل الجامعة والماجستير. لن انسى فضل دكتور محمود عالم الدين رحمة الله عليه في كلية الاعلام جامعة القاهرة، من علم ادهولنا من كتب ومراجع كان بيدهلنا علشان نقراها، من قعدات طويلة مطولة يمكن بعد المحاضرات كان يفضل قاعد معانا علشان يشرح لنا حاجات كتيرة جدا خاصة بالاعلام، فعمري ما هنسى فضله عليا. لكن في النهاية لازم نقول ان في تحية وتقدير أو تحية واجبة لكل معلم بيقدر يأثر في الطلبة، بيقدر يديهم المعلومة بشكل سلس وبسيط، بيكون بيوصل معاهم بطريق الصداقة وبطريق المودة والرحمة وبيأثر فيهم جدا وعنده ضمير في أنه هو يوصل لهم المعلومة. فعلا تحية واجبة وتقدير لي، وإن شاء الله بإذن الله كده عمر ما حد هيقدر ينسى أي فضل أي مدرس، ولازم كلنا نحترم المعلم الخاص بينا إن هو بيدينا علم مش هتعرف توصله إلا من خلاله. خلونا بقى دلوقتي نستعرض مع حضراتكم أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. هيبدأ معاكم جولتنا من القاهرة وتحديدا من نفق الأزهر اللي فيه انتظام للحركة المرورية وسط سيولة في الاتجاهين، بتظهر كثافات مرورية على الدائري بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة ده عبر الطريق الزراعي. نفس الأمر للمتجه من منيب للأوتوستراد والتجمع، كمان في بعض الكثافات في الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزة. كذلك الأمر اللي جاي من مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي. هنكمل جولتنا بشوارع الجيزة، وفي سيولة مرورية بميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان. ولو رحنا بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة ونبدأ من نزلة كوبري فيصل حتى شارع التحرير هنلاقي أن في كثافات مرورية نسبية، في أيضا كثافات أخرى ظهرت أعلى كوبري الجامعة. لو رحنا لمحور صفت فبيشهد كثافة مرورية بتزيد قبل إشارة جامعة القاهرة، لكن القادم من أكتوبر لمنطقة المهندسين ووسط البلد بياخد باله أن الطريق الدائري مغلق والحركة إجباري في نفق حازم حسن ومنه إلى المحور. كمان في غلق بعض الأجزاء عند مسجد الشرطة ده بيتسبب بعض الكثافات المرورية. ونروح للإسماعيلية
وهنلاقي ان طريق عثمان احمد عثمان اللي بيوصل لما بين الجامعه والاستاد ومجمع المحاكم فيه سيوله مريه ما عدا بعض الكثافات المتحركه واللي ما بتاثرش على حركه الطريق، لكن المتجه الى بورسعيد ففي سيوله مريه في طريق الاسماعيليه بورسعيد. هنلاقي كمان في سيوله مريه كبيره وخاصه على الطريق الدائري حول مدينه الاسماعيليه. ومن الاسماعيليه نروح سوهاج، وهنبدأ فيها من محطة قطار سوهاج واللي الطريق عندها بيشهد كثافات نسبية، ونمشي كمان ونشوف طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط عدة طرق رئيسية في سيولة مرية. بعض الكثافات المرية كمان على نهر النيل وكمان الطريق المؤدي للجامعة في أيضا كثافة نسبية. في كثافة نسبية كمان عند طريق مستشفى جامعة سوهاج، وفي كثافات مرورية بسيطة بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية ده عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. ومن جولتنا المرورية تعالوا نروح معاكم لجولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، لسه في ارتفاع في نسب الرطوبة ده على مدار اليوم، وفي كمان نشاط رياح ببعض المناطق، كمان فرص أمطار ضعيفة لخفيفة على شمال الوجه البحري، ودرجة الحرارة في القاهرة النهاردة 34، وأعلى درجة حرارة هتكون في قنا 45، وأقل درجة حرارة في مطروح 30 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية. مرحب بحضراتكم من جديد، وخلونا نبتدي مع بعض بالاخبار اللي حصلت امبارح واللي كان ابرزها. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع تنفيذ الاستراتيجيه الوطنيه لتنميه الصناعه والرؤيه المستقبليه اللي بتتبناها الدوله لرفع معدلات نمو هذا القطاع ونصيبه من الناتج المحلي الاجمالي، وكمان زياده حجم وجوده الصادرات الصناعيه. وجه سيادته بمواصله جهود تمكين القطاع الخاص الصناعي وتقديم الحوافز والتيسيرات الداعمه للاستثمار الصناعي. وبعيدا عن الصناعة وإلى الزراعة، سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى مداخلة مع وفد كبير من الإعلاميين خلال جولة سيادته في منطقة توشكا. أكد سيادته أن ما تشهده منطقة توشكا هو جهد لخطوة واحدة من خطوات كثيرة جدا يتم تنفيذها. شدد أيضا على أن التنمية ليست قاصرة على مكان واحد، ولكن في كل مكان، في توشكا وفي شرق العوينات وأيضا في سيناء. الرئيس السيسي قال أيضا أن بيتم استغلال كل ما هو متاح وكل نقطة مياه موجودة من خلال أحدث أساليب الزراعة والري الحديث. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة والرؤية المستقبلية اللي بتتبناها الدولة لرفع معدلات نمو هذا القطاع ونصيبه من الناتج المحلي الإجمالي وزيادة حجم وجودة الصادرات الصناعية. ووجه الرئيس بمواصلة جهود تمكين القطاع الخاص الصناعي وتذليل العقبات أمام ازدهار أنشطته وأعماله، خاصة من خلال توفير البيئة الملائمة وتقديم الحوافز والتيسيرات الداعمة للاستثمار الصناعي. امبارح الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع تابع فيه استراتيجية قطاع السياحة خلال الفترة المقبلة، وتم عرض خطط تحفيز مناخ الاستثمار في مختلف المقاصد السياحية في مصر، إلى جانب زيادة عدد الغرف الفندقية وتطوير صناعة السياحة على جميع المستويات. ووجه سيادة الرئيس بمواصلة العمل المكثف لتنشيط قطاع السياحة استثماراً لما تحظى به مصر من مقومات سياحية متفردة وما لديها من إرث حضاري وثقافي عريق وممتد عبر العصور التاريخية المختلفة. امبارح الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى مداخلة مع وفد من الإعلاميين خلال جولة بمنطقة توشكا، وأكد سيادته إن ما تشهده منطقة توشكا هو جهد خطوة واحدة من خطوات كتيرة بيتم تنفيذها. وشدد سيادته على أن التنمية ليست قاصرة على مكان واحد ولكن في كل مكان في توشكا وشرق العوينات وسيناء، وقال إنه بيتم استغلال كل ما هو متاح وكل نقطة مياه موجودة من خلال أحدث أساليب الزراعة والري الحديث. امبارح ترأس دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة اجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على دعم الجهود اللي بيقوم بها الجهاز بهدف زيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودمج تلك الجهود ضمن خطة الدولة لتعميق التصنيع الوطني وزيادة الصادرات بهدف تعزيز قدرة وتنافسية الاقتصاد المصري.
امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه انطلاقاً من حرص القوات المسلحة على استمرار تفعيل دورها التوعوي لأبنائها خلال فترة تجنيدهم بما يسهم في الارتقاء بمستوياتهم الثقافية والمعرفية التي تمكنهم من القدرة على التعامل الأمثل مع حياتهم الاجتماعية بعد انتهاء فترة تأديتهم الواجب الوطني، تم تنظيم المرحلة الثانية من حملة مودة لتوعية الشباب المقبل على الزواج بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وده من خلال عقد العديد من لقاءات التوعية والزيارات الميدانية بمراكز التدريب التابعة للقوات المسلحة. يهدف البرنامج لتوعية أفراد القوات المسلحة بالخبرات والمهارات اللازمة لتكوين حياة زوجية وأسرية ناجحة، وتعريفهم بأسس وأساليب تكوين أسرة مستقرة، والتعامل مع كافة المشكلات التي قد تواجههم في المستقبل، للحفاظ على القيم المجتمعية والروابط الأسرية بما يسهم في حفظ واستقرار المجتمع المصري. وبمناسبة ما ذكر يا باسنت عن توشكا في التقرير، فمشروع توشكا ده واحد من أهم المشروعات الزراعية الضخمة اللي تم إعادة إحيائها من جديد مرة تانية. الدولة المصرية استصلحت وزرعت 500 ألف فدان من المنتجات الزراعية ومن المحاصيل الاستراتيجية في منطقة صحراوية زي القمح وزي قصب السكر، وده بجانب أيضا محاصيل أخرى زي التمور وزي الفواكه وزي الموالح. في الحقيقة يا مصطفى في مجهود كبير جدا اتعمل علشان ينجح المشروع ده، واللي بيتم من خلاله استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في الزراعة ونظم الري، ده لضمان الاستغلال الأمثل للموارد والحصول على أعلى نتيجة ممكنة. خلونا نشوف مع بعض معايشة مع العمال اللي بيشتغلوا في المشروع ده واللي شافوا الأرض وهي بتتحول من رمال وصحراء وصخور لمشروع هو الأهم، هو الضامن يمكن لمشروعات الدولة الزراعية القومية. والعمل التقرير ده زميلنا كريم بيبرز، خلينا نتابع. ها هو يحصد ثمار تعبه. 5 سنوات مرت كان فيهم ناصر صاحب 31 عاما شاهدا على تحول هذه الأرض من صحراء جرداء إلى مشروع هو الأهم ضمن مشروعات الدولة الزراعية القومية. عشت يعني بتاع خدت اللي بتاع 8 سنين في مصر شغال وكده، بقيت أروح وأجي، بس الشغلانة دي جاتني في 2019 ونزلت فيها، والحياة يعني بقت تمشي معانا تمام. هنا زي ما كانت الأرض صعبة كانت الحياة صعبة، وكل ما الأرض بتبقى فيها خير تبقى الحياة أسهل وشوية والدنيا بتبقى معانا تمام. الفرق بين دلوقتي وبين أول زيارة لسيادة الرئيس هنا كانت النخلة دي عبارة عن 3 ورقات من دولة. شوف الفرق، يعني كانت 3 ورقات من دولة، دلوقتي ما شاء الله النخلة دي أول أو تاني طرح ليها. فقد أصبح مشروع توشكا بالنسبة لناصر وزملائه مصدر أمن غذائي وفرصة عمل لا تأخذهم بعيدا عن أحضان أهلهم وبلدهم. شغالين بنجمع البلح وبنفرز فرز أول، بعد كده البلح ده بيخش على فرز تاني بقى في المخازن. أنا بلدي شغال، الأول كنت بسافر 17 ساعة و20 ساعة، لكن هنا بلدي دي 4 ساعات بكون هنا وفي شغلي. ما توقعناش ان تجيب الانتاج ده كل النخل، والطرح جانا بدري والتلقاح بدري والموسم ما شاء الله يعني، والارض دي ارض خير والحمد لله. مشروع توشكا عاد الى النور بما يقرب من 500 الف فدان من المنتجات الزراعيه مثل التمور المصريه والعربيه التي يصل عدد اصنافها الى 40 صنفا مختلف، بالاضافه للمحاصيل الاستراتيجيه كالقمح وقصب السكر، فضلا عن عدد كبير من الفواكه والموالح والبطيخ والعنب والليمون والمانجو المستورد كالشيري والأوستن والكنت. الاصناف دي بتمتاز ان هي عندنا في ارض توشكا بتيجي في ميعاد مبكر، فبالنسبه لنا احنا التسويق بتاعها بيكون احسن ان شاء الله تعالى. متوقعين ان احنا في السنين اللي جايه هنزيد من المساحه المزروعه دي سواء في النخل او دخل الصوب. الانتاجيه المتوقعه للفدان الواحد ما بتقلش عن 6 ل 8 طن بمواصفات ثمره ممتازه للتصدير او للتسويق المحلي. لي 5 سنين يا فندم شغالين، فالليمون ده شغالين فيه اللي هو الليمون ده، انا بضبط الليمون اللي هو قاعد على الشجر في الارض وبحطه في بلانيك وبعدي جوه على المفرش وبكده بيتباع لمون مجفف. ولا يكتمل العمل بدون رقابة صحية زراعية، بالإضافة لاستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية والرقمية للرعاية للخروج بأفضل النتائج ولضمان الاستغلال الأمثل للموارد. يقوم أحد الباحثين بزيارة ميدانية
كل شهر للتعرف على حالة المزرعة وإعطاء التوصيات اللازمة كل حسب تخصصه. تحت توجيهات السيد الرئيس ان احنا نحول كل المنظومات الورقيه لمنظومات الكترونيه تحول رقمي. انا كل اللي كنت بسجله زمان في دفاتر، دفتر يضيع، يتقطع، يحصل لي يقع عليه ميه، اي حاجه. احنا دلوقتي احنا في مزرعه، ممكن الورقه تضيع تتقطع، انما دلوقتي كل البيانات اللي انا محتاجها موجوده معايا هنا على الابلكيشن بتاع المزرعه. انا دلوقتي اي عمليه تمت طبعا بسجلها على السيستم، طبعا كله بيتقرف هنا على الكيو ار كود اللي انا معايا. الكيو ار كود زي الري، تسميد، رش، لا قدر الله حصل اي امراض. ولم يكن مشروع تشكى ليقوم من جديد لولا سواعد مصريين عزموا على شق الصخر وحفر الارض ليخرج لنا من وسط الصحراء شريان جديد للحياه، مياه تجري وتسير داخل ترع جديدة مبطنة بفعل محطات للكهرباء والمياه وطلمبات للرفع والضخ. هذا المشروع هو المرحلة الثالثة من مشروع تنمية جنوب الوادي. احنا دي المرحلة الثالثة، بتهدف لاستصلاح 100,000 فدان. احنا قائمين بأعمال البنية التحتية وتوصيل المية لهذه 100,000 فدان. دي ثالث مرحلة فيها. قمنا قبل كده بتسليم 200,000 فدان السنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها، وهم مزروعين فعلا. وأصعب مشكلة بتقابلنا هنا هي التحديات اللوجستية كنقل وخامات، فاحنا الحمد لله قدرنا نتغلب على الموضوع ده بان احنا ننشئ محطات خرسانه موجوده في الموقع، ومصنع طوب، المصنع اللي بيصنع مواسير موجود في الموقع، وطبعا برضو بالنسبه للعماله او المنبر اللي موجود في الموقع، المنطقه طبعا منطقه نائيه ومفيش. فابتدينا كتوجه شركه ان احنا نجيب عماله من الصعيد او من اسوان، مدينة أبو سمبل، المناطق المجاورة للمشروع. وتأتي مشروعات التنمية الزراعية في إطار استراتيجية الدولة للتوسع الأفقي، وازدادت نسبة الإصلاح بمشروع تشكى بمعدل 150,000 فدان سنويا، حيث تستهدف الوصول ل4 ملايين فدان من المحاصيل الزراعية والأساسية من الحبوب كالقمح والذرة، وزيادة حجم الرقعة المزروعة إلى 25% على مستوى الجمهورية، بما يترتب عليها من آثار اقتصادية وديمغرافية واجتماعية. مجهودات إحياء مشروع تشكى عن طريق الاهتمام بالبنية التحتية وتطويرها يعد واحدا من المشروعات الهامة في استصلاح الأراضي الصحراوية وزراعتها، والذي يأتي ضمن خطة الدولة لسد الاحتياجات وتوفير الاستيراد وفتح آفاق تصديرية جديدة. كريم بيبرس، التلفزيون المصري. في الحقيقة الحديث عن مشروع زي مشروع تشكى دايما يعني بيرتبط بفكرة التحدي وفكرة العمل الجاد علشان نحول رمال صحراء زي دي لمساحات خضراء ولمحاصيل استراتيجية تؤمن غذاء المصريين. المشروع ده اللي وجه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة إحيائه مرة تانية بيجسد أيضا الإرادة الحقيقية للشعب المصري، وزي ما احنا شايفين النتيجة بقى مشروع تنموي، بقى مشروع متكامل، بقت مساحات شاسعة تم استصلاحها وتم زراعتها بمحاصيل استراتيجية هامة زي القطن، زي الذرة، زي القطن، زي بنجر السكر، زي الشعير، ده بجانب عدد كبير من المحاصيل الزيتية، وأيضا عدد كبير من زراعة النخيل، فدادين النخيل عالية الجودة. طبعا اللي احنا شايفينه دلوقتي قدامنا هو انجاز بيقف وراه جهد كبير من كل المصريين العاملين في هذا المشروع القومي، وده بالمناسبه جزء من اللي اتعمل في ملف الاستصلاح الزراعي. زي ما قال سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح ان ما تشهده منطقه تشكى هو خطوه واحده من خطوات كثيره جدا جدا بيتم تنفيذها في هذا الملف، من خلال استغلال كل ما هو متاح وكل نقطه مياه موجوده للتوسع اكتر في استصلاح اراضي جديده. بمناسبه المياه يا بسنت، خليني اقول لك ان ما فيش مشروع زراعي ناجح من غير بطبيعه الحال يعني ما نوفر له مياه. السبب الرئيسي يمكن كان في تعطل مشروع تشكى لسنوات طويله جدا، كان جبل جرانيت عرضه حوالي 20 متر وطوله حوالي 9 كيلو متر. الجبل ده كان بيعطل وصول الميه الى مفيض تشكى، الميه جايه من النيل ورايحه لمفيض تشكى، والجبل ده كان واقف في النص، عطل وصول الميه لمساحات كتير جدا من الاراضي. هنا بقى كانت توجيهات القياده السياسيه، كانت توجيهات سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ان احنا نزيل اي معوقات خاصه بهذا المشروع،
عايز أقول لكم إن بالفعل تم تفجير هذا الجبل. الجبل ده تفتت وأصبح الآن مفيد توشكا بيوصل المية لكل المناطق المستصلحة في هذا المشروع الزراعي الضخم. ده بيجي ازاي؟ ده بيجي من الدراسات والعلم يا مصطفى. يعني المشروع اعتمد بشكل اساسي على الدراسات، وكان نتيجه ده النجاح الكبير يمكن اللي المشروع حققه في كل المحاصيل اللي تم زراعتها، لان في اي ارض بيتم استصلاحها لازم يتعمل ليها دراسات، والدراسات دي بيبقى ليها اسم كده، هي خريطه ملائمه التربه للزراعه. من هنا بتتم الاستعانه بخبرات علميه ومتخصصين في دراسات التربه، حصر الاراضي، عشان نقدر ان احنا نوصل حضراتكم اللي احنا شايفينه دلوقتي، هو تحويل الصحراء الى زراعات خضراء. طيب توشكا بتعمل ايه؟ الحقيقة ان اهم ما يميز مشروع توشكا هو زراعة النخيل وانتاج التمور. احنا عندنا مساحات كبيرة جدا في توشكا بتنتج اجود انواع التمور في العالم، وبتستهدف ايضا تصديرها للاسواق العالمية. طبعا ده بجانب باقي المحاصيل الصيفية اللي موجودة دلوقتي، زي المانجا، زي العنب، زي الليمون، ده غير مخطط آخر لاستغلال مساحات أخرى في زراعة النباتات الطبية والعطرية، وده اللي بيتوافق فيه الأساس مع طبيعة منطقة توشكا. طبعا يا مصطفى، بجانب الأهمية الكبيرة اللي المشروع ده بيوليها طبعا للزراعة، في أهمية كبيرة جدا لهذا المشروع ان ليه أهداف، خليني أقول استراتيجية يعني كبيرة، من أبرزها هي تخفيف الضغط السكاني مما يعيد التوزيع الجغرافي للسكان في مصر، بيوفر فرص عمل كبيرة في كل المجالات وفي كل الاتجاهات. عشان كده تم إنشاء مدينة توشكا الجديدة، ودي مدينة بتتكامل مع القرى الريفية المحيطة بمشروع توشكا، تقدر ان هي تستوعب 80,000 نسمة، توفر كمان 30,000 فرصة عمل، ارقام كبيرة جدا جدا. زائد ده ان هي بتضم خدمات وانشطة ترفيهية مختلفة وصناعات خفيفة ووسائل للتصنيع الزراعي. في حقيقة يعني مشروع مهم جدا وكبير جدا وجهد كبير جدا من كل العاملين والقائمين على هذا المشروع. صحيح. بمناسبة اللي بتقوليها، بس انت عايز اقول كمان حاجة، مصر الأولى عالميا في إنتاج التمور بسبب مشروع توشكا. كانت العراق قبل كده، ولكن بعد مشروع توشكا وبعد الفدادين العظيمة اللي تم إضافتها للخريطة المصرية وتحولها من رمال صفراء لمساحات خضراء، أصبحت مصر رقم واحد عالميا في إنتاج التمور. ومش بس في إنتاج التمور، لا، ده في إنتاج أفضل أنواع التمور على الإطلاق اللي بيتم تصديرها لعدد كبير جدا من دول العالم. المساحات دي غيرت وجه الحياة في مكان ربما كان لسنوات طويلة جدا صحراء، وأصبح الآن مكان أخضر، يعني يستعد كمان لاستقبال السكان علشان يعمروه، وعلشان يبقى كمان بجوار هذه المساحات الخضراء مدن فيها حياة وفيها بشر. حقيقي. من توشكا بقى يا مصطفى نروح لأخبار المحافظات التانية. ففي المنوفية تم البدء في إنشاء مركز الأورام بمنوف بتكلفة بتصل ل 2,500,000,000 جنيه، وده لخدمة أهالي محافظات الدلتا. وكمان في كفر الشيخ تم تقديم خدمات طبية ضمن مبادرة 100 يوم صحة. كمان امبارح في بورسعيد تم البدء في تسليم المرحلة الثالثة لكارت ميزة لأصحاب المعاشات. أما في شمال سيناء فقد تم تخفيض سن القبول للصف الأول الابتدائي ومجموع دخول مدارس التعليم الفني. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في المنوفية تم البدء في بناء مركز الأورام بمدينة منوف بتكلفة تتعدى 2,500,000,000 جنيه، وده في إطار الارتقاء بالمنظومة الطبية والتخفيف على مرضى الأورام من أبناء المحافظة. في كفر الشيخ أكدت المحافظة إن مبادرة 100 يوم صحة قدمت خدمات طبية مجانية ل 1,787,351 مواطن ما بين مبادرات رئاسية وتنظيم أسرة ونفق الدولة وغير قادرين وعيادات خارجية وطوارئ ووحدات طب أسرة. في أسيوط أكدت المحافظة استمرار أعمال التطوير وتركيب بلاط الأنترلوك بالشوارع الداخلية الضيقة بالمراكز والمدن لتسهيل حركة مرور المواطنين، وتم الانتهاء من تركيب بلاط الأنترلوك ب 22 شارع بمركز القوصية بمسطح 15,000 متر، وده ضمن خطة المحافظة الشاملة للتطوير والتجميل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
في بورسعيد أعلنت المحافظة عن البدء في تسليم المرحلة الثالثة من بطاقات المنطقة الحرة لأصحاب المعاشات مستحقي بدل المنطقة الحرة كارت ميزة بمقر ديوان عام محافظة بورسعيد بدءاً من 7 صباحاً، وده هيستمر لحد يوم الاثنين القادم الموافق 4 سبتمبر. في المنيا أعلنت مديرية الصحة إجراء 58,751 تحليل مختلف بمعامل المستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالمنيا خلال شهر يوليو الماضي، وتقدم إدارة المعامل بالمديرية خدمتها عن طريق الفرق الإشرافية بمعامل المستشفيات والوحدات الصحية. في شمال سيناء قررت المحافظة تخفيض سن القبول للصف الأول الابتدائي ببعض مناطق المحافظة وتخفيض مجموع دخول مدارس التعليم الفني بشمال سيناء. في الوادي الجديد أعلنت المحافظة عن فتح باب التسجيل الإلكتروني للالتحاق بالمدرسة الرسمية الدولية بالمحافظة، وده لمدة 10 أيام، وبيتم دعم المحافظة للمصروفات الدراسية للدفعة الأولى بنسبة 50%، وبتتراوح المصروفات الدراسية ما بين 15,000 ل 18,000 جنيه وفقاً للمرحلة الدراسية. في الشرقية يستأنف فرع المجلس القومي للمرأة فعاليات المرحلة الرابعة لحملة طرق الأبواب تحت عنوان بلدي أمانة، وده هيكون في عدد من قرى مراكز أبو كبير وبلبيس وهاهية. تستهدف المبادرة رفع الوعي بالتحديات اللي بيواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية عن طريق تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل وشرح دور المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين. خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل فقراتنا معاكم في صباح الخير يا مصر. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه معنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون معتدل الحرارة الرطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. النهارده في ارتفاع في نسب الرطوبه، ده على مدار اليوم، ونشاط رياح ببعض المناطق، كمان فرص امطار ضعيفه الى خفيفه على شمال الوجه البحري. خلونا نعرف تفاصيل اكتر عن حاله الطقس. معانا على التليفون دكتوره منار غانم عضو مركز الاعلام بهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك دكتور دينا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بك يا أم. اهلا بحضرتك. حابين نطمن منك عن حاله الطقس، خاصه ان في ارتفاع في درجات الحراره وكمان ارتفاع في نسب الرطوبه. بالفعل في اليوم استمرار لارتفاع درجات الحراره وارتفاع كمان قيم الرطوبه او نسب الرطوبه في معظم محافظات المصريه، وده بسبب ان احنا بنتاثر بامتداد مرتفع جوي في معظم الايام. المرتفع الجوي ده بيعمل على حبس الرطوبه في طبقه قريبه من سطح الارض وبيساعد على ارتفاع درجات الحراره. كمان بنتاثر بامتداد منخفض الهند الموسمي اللي معاه معظم الكتل الهوائيه القادمه من على البحر المتوسط محمله بكميات كبيره من بخار الميه، وده اللي بيؤدي لارتفاع نسب الرطوبه، وارتفاع نسب الرطوبه ده اللي بيزود احساسنا بشكل كبير بارتفاع درجات الحراره خلال هذه الايام، لان اليوم العظمى على القاهره الكبرى متوقع ان هي تكون 34 درجه مئويه، لكن مع وجود نسب الرطوبه هحسها لو تكون 37 38 درجه مئويه، فبالتالي احساسي بالطقس خلال فتره النهار وتحديدا في فترات الظهيره طقس حر رطب على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه، شديد الحراره في المناطق الجنوبيه شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده فترات النهار. فترات الليل مع غياب اشعه الشمس بيحصل طبعا انخفاض في درجات الحراره، لكن في هدوء واعتدال في سرعات الرياح بشكل كبير، وده اللي هيساعدنا فترات الليل كمان ان احنا نحس بنسب الرطوبه الموجوده في الجو. اجواء فتره الليل اجواء مائله للحراره رطبه في معظم انحاء الجمهوريه. كمان اليوم متوقع ان يكون في فرص سقوط الامطار، وهي فرص ضعيفه، الامطار خفيفه على بعض الاماكن من محافظات شمال الدلتا او شمال الوجه البحري، لكن هي كلها فرص ضعيفه غير مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه. بالاضافه كمان ما زالت السبوره المائيه موجوده معانا وفترات الصباح الباكر ساعات الليل المتاخر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وبتؤدي لانخفاض ملحوظ في الرؤيه الافقيه، فلازم قائدي المركبات والمسافرين على طرق فتره الصباح الباكر لازم ناخد حذرنا، ولازم تكون القياده بهدوء تام فتره الصباح الباكر، وهي بتتلاشى مع سطوع اشعه الشمس. يعني تقريبا الساعة 7 8 صباحا تدريجيا السبورة المائية بتبدأ تختفي والرؤية الأفقية بتبدأ تتحسن على أغلب الطرق،
ويمكن الاجواء دي متوقع ان هي تكمل معانا على مدار هذا الاسبوع، لان احنا على مدار هذا الاسبوع كله هيكون في استمرار لارتفاع درجات الحراره واستمرار ارتفاع نسب الرطوبه، وعظمى على القاهره الكبرى هتتراوح ما بين 34 و 35 درجه مئويه. بالاضافه كمان ناكد ان اضطراب الملاحه البحريه اللي كان موجود في خليج السويس الحمد لله بدات سرعات الرياح تهدأ على خليج السويس، وبدا خليج السويس يعود ثاني يعني الاعتدال بشكل كبير، فحاله الملاحه البحريه على البحرين وخليج السويس معتدله، مؤهلين لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه. ان شاء الله مع بدايه الاسبوع المقبل نبدا نلاحظ ان درجات الحراره بدات يحصل فيها تحسن باذن الله، خاصه كمان ان احنا متوقع ان يكون في نشاط نسبي للرياح يساعد على تلطيف الاجواء مع نهايه هذا الاسبوع ان شاء الله. المهم كمان الرطوبه تقل شويه مع درجات الحراره. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو مركز الاعلام بيئه الارصاد الجويه. خلونا نتابع مع حضراتكم دلوقتي درجات الحراره متوقعه النهارده، هنبداها من القاهره والعظمى 34، الصغرى 26، عاصمه اداريه 35 25، اسكندريه 31 24، العلمين الجديده 31 24، مطروح 30 23، دمياط 32 25، بورسعيد 33 25، اسماعيليه 35 24، اسويس 34 23، العريش 33 23، كاترين 35 17، طابة 36 25، حلايب 36 29، شلاتين 41 31، شرم الشيخ 39 30، الغردقة 39 29، الفيوم 36 23، بني سويف 36 23، الوادي الجديد 43 25، أسيوط 38 24، سوهاج 40 25، قنا 45 27، الأقصر 43 27، وأخيرا أسوان 43 28. مستمرين خلال الأيام دي في ارتفاع درجات الحرارة مع ارتفاع نسب الرطوبة، لكن إن شاء الله مع بداية الأسبوع هتقل درجات الحرارة. بنأكد مرة تانية نتوخى الحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس وكمان شرب كميات وفيرة من المياه خلال ساعات الظهيرة. هرجع مرة تانية لبسنت ومصطفى علشان نكمل معكم فقرة صباحية مصر. شكرا 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 دلوقتي خلونا نتابع مع بعض أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فموقع التنسيق الإلكتروني هيغلق باب تسجيل الرغبات ضمن مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الأولى والتانية، وكان أتاح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب تسجيل الرغبات بمرحلة التحويلات بين الكليات لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر، وفي حدود النسبة المقررة 10% من يوم الخميس الماضي وحتى اليوم. النهاردة هيشهد المسرح المكشوف لمكتبة الإسكندرية حفل موسيقي لفريق حافظ وبستان في تمام الساعة 8:30 بالليل ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي ل20 بمكتبة الإسكندرية. وبيعتبر فريق حافظ وبستان هو مشروع موسيقي للزوجين الشغوفين بالموسيقى والفنون بستان وأحمد حافظ، وتعتبر معظم أغانيهم مستوحاة من خلفيتهم الفنية وأصلهم السكندري. النهارده اتحاد الكرة المصري هيعقد اجتماع لحسم مصير عدد من الملفات العالقة على رأسها تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبات الشباب والناشئين والمزمع تشكيلها استعداداً للمسابقات في الفئات السنية. ومن المقرر أن يحسم اتحاد الكرة ملف تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبات مصر مواليد 2005 و2007 و2009. خلينا نروح لمحافظة الشرقية اللي بدأت فيها أعمال حصاد محصول السمسم في حقول هذه المحافظة. وصلت المساحة المنزرعة لأكثر من 13,000 فدان سمسم. طبعا السمسم ده من المحاصيل الزيتية الهامة جدا اللي بيطلع منها عدد كبير جدا من المنتجات، عارفين ان بيطلع منها الطحينة، زيت السمسم، اشياء كتير جدا ربما بيتميز بيها محصول السمسم اللي بيطلق عليه المحصول الذهبي، وبيعد من ابرز واهم الحاجات اللي بتطلع من محافظة الشرقية. حقيقي خلونا نعرف تفاصيل أكتر من المهندس أشرف نصير مدير عام الزراعة بالشرقية واللي معانا دلوقتي عبر الهاتف. صباح الخير على حضرتك وأهلا بيك. صباح الخير وصباح الخير يا أستاذ مصطفى. أهلا بيك يا فندم. يعني زرعنا قد إيه الموسم ده يا فندم؟ كم فدان تقريبا؟ هو طبعا محافظة الشرقية تعتبر من أكبر المحافظات على مستوى الجمهورية في مجال الزراعة. زرعنا السنة دي إن شاء الله 13,300 فدان. كان المستهدف عندنا حوالي 5,000 فدان،
طبعا السمسم بيعتبر من المحاصيل الزيتيه الهامه، لانه بيتميز ببذور بارتفاع نسبه الزيت بيها، بتتراوح نسبه الزيت في البذور من 50 لـ60%. بيتميز برضه بالبذره بتاعت الزيت بارتفاع نسبه البروتين فيها، بتتراوح من 25 لـ30%. المحصول من المحاصيل المربحه بالنسبه للفلاح المصري. هل في اماكن معينه يعني في نطاق محافظه الشرقيه حضراتكم بتحددوها للمزارعين وبتقولوا ان دي الحته الافضل لانتاج السمسم؟ طبعا، لان المحافظه الشرقيه محافظه مساحتها كبيره جدا، بتبلغ مساحتها حوالي 1,160,000 فدان. بيوجد فيها ثلاث مناطق، فيها المناطق الصحراويه، المناطق الاراضي الخفيفه، المناطق الاراضي الثقيله. طبعا محافظه الشرقيه متعدده الاطراف، مساحتها كبيره زي ما انا قلت لحضرتك. طبعا بنحدد الاماكن، بنعمل مستهدف للاماكن اللي بتزرع فيها، لان بتزرع في الاراضي الخفيفه والاراضي الرمليه، اما الاراضي الثقيله والاراضي الغاطقه ما بتزرعش فيها السمسم. فطبعا في اماكن كثيره بتبقى زي فاقوس وابو كبير وكفر صقر، المناطق دي الاراضي خفيف فيها بنزرع فيها كميات سمسم كتير. حلو. طيب المزارعين ازاي بنشجعهم ان هم ينتجوا محاصيل زيتيه يا فندم؟ يعني اول حاجه اهميه المحاصيل الزيتيه ايه؟ يعني استهلاكنا ليها كمصريين عامل ازاي؟ وازاي بيتم تشجيع المزارعين ان هم ينتجوا هذه المحاصيل؟ وبالذات ان هي ساعات كثيره بتبقى يعني محاصيل هامه لكن غير موسميه بشكل عام. طبعا القياده السياسيه اولت للمحاصيل الزيتيه عموما في الزراعه. المحاصيل الزيتيه بالنسبه للزيوت، فنسبه مصر بتستورد حوالي 97%، طبعا نسبه عاليه من الزيوت من الدول الخارجيه. فالقياده السياسيه اولت للاهتمام بزراعه المحاصيل الزيتيه مثل السمسم، الفول، الصويا، عباد الشمس. طبعا احنا بنزرع من السمسم كميات كبيره. المحافظه الشرقيه كنا احنا مستهدفين حوالي 5000، من 5500 ل 6000 فدان. زرعنا الحمد لله السنه اللي فاتت حوالي 6000 فدان. بعد قسم الارشاد وقسم المكافحه ونزولهم للفلاحين وعرفوا اهتمامهم وان السمسم ده محصول مربح، زودنا المساحه حوالي 13,300. والسنه الجايه ان شاء الله هنوصل لحوالي 17,000 او 18,000 فدان، لان محصول السمسم محصول مربح، لان بيجيب حوالي من 600 ل 800 كيلو. الكيلو بيتباع في حدود من 800 من 80 ل 100 جنيه. يعني احنا بنستهدف ان السنه الجايه ان شاء الله نزرع من 17 ل 18,000 فدان. ان شاء الله ونقدر نوصل ل 20,000 فدان، لانه مربح، لان محصول مربح بالنسبه للفلاح، لان تكلفته ما بتتعداش 15,000 جنيه، وساعات بيربح فيه 80,000 جنيه، بيوصل ل 80,000. في اقبال من المزارعين عليه. في اقبال المزارعين عليه بالذات في الاراضي الخفيفه، لان احنا عندنا زي ما قلت لحضرتك ثلاث مستويات من الاراضي: اراضي صحراويه، اراضي خفيفه، اراضي تقيله. تمام. طب قول لي يا باشمهندس، ناس ممكن حد يقول لك يعني هو السمسم ده بيعمل ايه او بينتج ايه او بنستخلص منه ايه، وحد تاني يقول لك المحاصيل الزيتيه دي بنطلع منها، يا ريت توضح لنا وتوضح للساده المشاهدين. طبعا محصول السمسم غني جدا بالاملاح المعدنيه والفيتامينات. محصول السمسم بيدخل في انواع الزيوت بارتفاع نسبه الاحماض الدهنيه الغير مشبعه، وهي دي بتفيد الانسان. طبعا فيها حمض اليونيك وحمض اللايونيك، والتي لا ما بتستطعش ان يكونها جسم الانسان. طبعا محصول السمسم بيدخل اوراقه في صناعه المخبوزات، لما بنطحن محصول السمسم بيطلع منه الزيت، البواقي بتاعته بتدخل في صناعه المخبوزات. محصول السمسم بيتم دخوله صناعه الحلاوه الطحينيه والطحينه، صناعات كتيره طبعا. جدا طبعا. طب يا فندم عايز اسالك سؤال، تكلفه بقى المبيدات والاسمده الخاصه بتلك النوعيه من الزراعات بتوفروها للمزارعين؟ حضرتك محصول السمسم بيدخل في صناعه بعض المبيدات الحشريه، بيدخل في بعض علاج الالتهابات القولون وعلاج الجروح، يعني ليه فايده كبيره. محصول السمسم كل النبات بالنسبه للقرون، بالنسبه للبذور ذات نفسها والاوراق، بتدخل حتى بعد طحنها بتدخل البواقي منها بتدخل في علف بتاعت الحيوانات. فدي فوائد كثيره جدا، فالفوائد بتاعته كبيره، بتدخل كذا شركات بتتعاقد عليه، بنوفر التقاوي بتاعته للفلاح، فبياخد ارباع من 3 لـ4 كيلو تقاوي للفدان الواحد. هايل. بشكرك باشمهندس اشرف نصير مدير عام الزراعه بمحافظه الشرقيه، كل الشكر ليك يا فندم. سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك بمناسبة اقتراب الدراسة، مين من أساتذتك القدامى في المدرسة بتدين له بالفضل وبتؤكد أنه هو واحد كان من المؤثرين في حياتك؟ وجه له كلمة واعمل له منشن. إجابات حضراتكم عظيمة جدا، كلها دروس مستفادة، ناس كتير جدا اتكلمت. محمد سامي بيقول أن السؤال ده رجعه لأكتر من 25 سنة
بفتكر ناس كتير منهم الأستاذ ربيع أبو زيد اللي بسببه حب الحساب، بفتكر أيضا الأستاذ عادل محمود اللي اتعلم منه إزاي يكون ملتزم وبيحب المدرسة، بفتكر أيضا الأستاذ عكاشة بدر الدين اللي كان مسؤول عن النشاط الرياضي وبغيره الناس كلها كانت بتتسابق في الحضور المدرسة، بفتكر ناس كتير جدا أعتقد أن هم كلهم يعني بيدين لهم بالفضل جدا. أستاذ ثروت عدلي بيقول بصراحة كل أساتذتي توفاهم الله لكن كانوا على خلق وعندهم ضمير، أما بالشغل أكن الاحترام والتقدير لمديرتي دكتورة كلير كامل عمرها ما زعلتني بل كانت مخلصة جدا. ليه ممكن مديرك على فكرة يعلمك حاجة ودي حاجة مهمة طبعا، لكن احنا عايزين نعرف المدرسين في المدرسة عملوا ايه. علي العميري بيقول اللي انت بتقوليه وهو توب فان على صفحتنا، بيقول أستاذتي الله يرحمها مدرسة اللغة الفرنسية أستاذة فتحية عباس حببتني في اللغة دي وساعدتني كتير في مجال عملي، وبسببها أنا بأتقن اللغة الفرنسية الآن بطلاقة وبستفيد فيها في مجال شغلي. أستاذ كرولوس كريم بيقول أحب أوجه من برنامجكم التحية لأبلة عزيزة لأبلة عزيزة عليا جدا اسمها الأبلة منى، أتمنى لها دوام الصحة والعافية. علمتك إيه ده مهم قوي يا كرولوس تحكوه لنا. يعني بشكل عام الناس كلها بتذكر أسماء، إحنا كان نفسنا برضو من حضراتكم يعني لو عندنا وقت تاني هنسمع منكم علموكوا إيه وليه بالزبط. بتمتنوا ليهم بالفضل، الدرس المستفاد اللي خلوكوا بسبب ده. يعني يمكن بسنت ذكرت في المقدمة إن كان عندها مشكلة مع الحساب وفي حد قال لها انسي خالص انا هعلمك بطريقه مختلفه وخدها واحده واحده، فعايزين نعرف انتوا حبيتوا المدرسين دول ليه وازاي اثروا في حياتكم، وده سؤالنا ودي اللي احنا يعني منتظرين اجابات حضراتكم عليه. على اي حال الان دقت عقارب الساعه 8 صباحا بتوقيت القاهره وده موعد موجز لاهم واخر الانباء بصحبه زميلتنا دينا شرف. اتفضلي دينا. شكرا لك مصطفى. 8 صباحا بتوقيت القاهره، 5 بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف الجهود الرامية لتطوير الصناعة المصرية باعتبارها قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادي الشامل في ضوء انعكاس التقدم في الصناعة على دعم وتطوير جميع القطاعات الأخرى. وخلال اجتماع لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة والرؤية المستقبلية التي تتبناها الدولة لرفع معدلات نمو هذا القطاع ونصيبه من الناتج المحلي الإجمالي وزيادة حجم وجودة الصادرات الصناعية، وجه الرئيس السيسي بمواصلة جهود تمكين القطاع الخاص الصناعي وتذليل العقبات أمام ازدهار أنشطته وأعماله، ولا سيما من خلال توفير البيئة الملائمة وتقديم الحوافز والتيسيرات الداعمة للاستثمار الصناعي، بالإضافة إلى تعزيز العمل على ترسيخ ثقافة القيمة المضافة في الصناعة المصرية. كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة الحوافز الآتية وفقا للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء. تضمنت الحزمة الإعفاء من كافة أنواع الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة حتى 5 سنوات للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعة استراتيجية بهدف تعميق الصناعة الوطنية. ويصدر مجلس الوزراء قرارا تفصيليا بتعريف هذه الصناعات بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقا لحجمها في مدة أقصها 3 سنوات. كما ضمت الحزمة إمكانية مد الإعفاء ل5 سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات بشرط تحقيقها مستهدفات محددة وفقا لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء. وتشمل حزمة الحوافز إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50% بشرط تنفيذ المشروع بنصف المدة المحددة له، إضافة إلى التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي. تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا من وزير خارجية بنين باكاري أجادي أشلوغون. وذكرت وزارة الخارجية في بيان أن الاتصال تناول تطورات الأزمة في النيجر وتداعياتها على المنطقة، حيث استعرض وزير خارجية بنين جهود بلاده والخطوات التي يتخذها
تجمع الإكواس للخروج من الأزمة، وأكد شكري خلال الاتصال أهمية حل الأزمة بالطرق الدبلوماسية وبحث كافة السبل للدفع بتسوية سلمية تحفظ أمن واستقرار واستقلال النيجر وعدم التدخل في شؤونه الداخلية. انطلقت في القاهرة جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بمشاركة وفود من مصر والسودان وإثيوبيا، وأكدت وزارة الموارد المائية والري أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد يراعي مصالح وشواغل الدول الثلاث، مشددة على أهمية التوقف عن أي خطوات أحادية في هذا الشأن، ومحذرة من أن استمرار ملء وتشغيل السد في غياب اتفاق يعد انتهاكا لاتفاق أعلى المبادئ الموقع عام 2015. وشددت الوزارة على أن مصر تستمر في بذل أقصى الجهود لإنجاح العملية التفاوضية، مؤكدة على إيمان مصر بوجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي تتيح تلبية مصالح الدول الثلاث والتوصل للاتفاق المنشود. أعلن وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزينكوف أن الطائرات المقاتلة من طراز F-16 وعد بها الغرب كييف يمكن أن تستخدمها الطيارون الأوكرانيون لأول مرة في الربيع المقبل. وقال ريزينكوف إن الطيارين الأوكرانيين بدأوا في تلقي دورات تدريبية على استخدام تلك الطائرات، مؤكدا أن استخدام مقاتلة F-16 سيشكل نقطة تحول رئيسية في الصراع. التقت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو نظيرها الصيني وانغ يونتاو في بكين، وعقب وصولها الصين قالت وزارة التجارة الأمريكية أن ريموندو تتطلع إلى مناقشات بناءة بشأن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتحديات التي تواجه الشركات الأمريكية ومجالات التعاون المحتملة. ومن جهتها قالت وزارة التجارة الصينية إن بكين ستبلغ الوزيرة الأمريكية مخاوفها بينما تأمل في إجراء مناقشات معمقة حول حل النزاعات الاقتصادية والتجارية. اجتاحت أمطار غزيرة ورياح قوية شمال شرق إسبانيا، وأوضح مسؤول الطوارئ في إسبانيا إن الرياح القوية في مناطق مايوركا وكاتالونيا أدت لسقوط الأشجار وتحطم المنافذ وإصابة عشرات الأشخاص. وصاحب العاصفة انخفاض في درجات الحرارة بعد موجة حر رابعة شهدتها إسبانيا هذا الصيف. ختام موجز الثامنة، فاصل ونعود لحضراتكم باستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. أهلا بحضراتكم مرة تانية من بعد الفاصل. يمكن يعني شفنا في الحقيقة الفترة اللي فاتت كثير من المبادرات والمشاريع اللي انطلقت خلال الفترة الأخيرة وتبنتها هيئات ومؤسسات، هدفها الأول هو التوعية بمخاطر الانبعاثات المتسببة في التغيرات المناخية وأهمية أن يكون عندنا مساحات خضراء ونتخلص من خلالها من جزء كبير من العوادم والتلوث. احنا بنشوف الحرائق اللي بتتعرض ليها الغابات في جميع أنحاء العالم طبعا في فترة الصيف، ففي مبادرات مهمة جدا للزراعة وإن احنا نبتدي نزرع مرة تانية يا مصطفى عشان نتخلص من الانبعاثات المسببة للتغير المناخي. يعني لو سألتني يعني المجتمع المدني مفروض يعمل إيه، أنا مش شايف في دور للمجتمع المدني أو للمنظمات الأهلية أفضل من الدور ده حقيقي. إن هي فعلا بجد توعي الناس لحاجة زي دي. يعني بصوا أوروبا عاملة إزاي وانتوا تفهموا، مفيش حد مش زارع في بلكونته، الأسطح كلها خضراء، حتى لو المدينة كلها مباني اللون الأخضر بيضغى على كل حاجة. من ضمن المبادرات اللي بنتكلم عليها دي مبادرة اسمها ازرع شجرة. المبادرة دي من خلالها بقى عندنا أول مدرسة تعليمية توعي وتعلم كيفية زراعة المسطحات، كيفية عمل مشاريع ناشئة من أشجار زي أشجار المورينجا، يبقى أيضا ليها مردود اقتصادي لست البيت اللي قاعدة في المنزل، للشباب اللي عايز يشتغل. يعني احنا بنتكلم ان احنا بنضرب عصفورين بحجر، مش بس بنوعي ومش بس بنزرع، ايضا ممكن نستفيد ماديا من هذا الامر.
رحبوا معنا بهذه المبادرة وبصاحبها الأستاذ نبيل محروس رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة ازرع شجرة اللي هتكلمنا عنها وهتكلمنا عن تفاصيل مبادرته. أهلا بك أستاذ نبيل. أهلا بحضراتكم وصباح الخير وصباح الأمل والتفاؤل على كل المصريين. صباح الخير على حضرتك. عارف يعني واحنا صغيرين يا مصطفى، بس خليني اقول لحضرتك يا استاذ نبيل انه واحنا صغيرين كان في حصه كده اسمها الزراعه، فاكرها يا مصطفى؟ طبعا طبعا. كنا بنتعلم فيها ازاي نزرع في المدرسه. انا ما اعرفش لسه موجوده ولا لا دلوقتي. مهم ان احنا نزرع في ده في الاطفال من واحنا من هم صغيرين، عشان كنا بنرجع البيت عايزين نعمل التجربه دي، كنا بنسميها تجربه، ان احنا نرجع نحط بذره الفول في القطن ونقعد نسقيها كل يوم بالميه عشان نشوفها قدامنا عامله ازاي. النهارده احنا بنشوف ده، يعني هل الاطفال بتعلموا ده؟ هل يعني قادرين يعرفوا فوائد الزراعه ايه؟ وعارفه ان حاجه زي المورينجا دي ليها فوائد كتيره جدا على الاعصاب وعلى البشره وعلى التخسيس وللسكر. ايه الفايده من المورينجا وازاي نقدر نحقق الفايده منها ونكسب منها؟ الاول بنقول احنا بنزرع الخير والامل في اطفالنا، بنزرع حب الحياه والامل، بنزرع الانتماء لهذا البلد العظيم. دور الزراعة هي مهمة جدا جدا في أن كل طفل، حتى عندنا في ازرع شجرة عاملين مبادرة الطفل الأخضر. طفل أخضر صديق للبيئة، طفل أخضر في سلوكه في توجهه، في أن هو يتعلم ويكتسب مهارات إبداعية مهمة تليق بأن ده الطفل المصري. فبداية المجتمع المدني هو له دور سنيد للدولة المصرية، ومش كلنا هنشتغل في حاجة واحدة، مش كلنا هنقدر نسدد احتياجات اجتماعية للناس من مساعدات إنسانية بتقدم للمجتمع المدني، لكن احنا أخذنا خط اتفردنا بيه وتميزنا بيه، هو ان احنا نعلم الناس الزراعة، نعلم الناس ازاي يزرعوا، نوعي الناس بقضايا البيئة والتغيرات المناخية، وكل طفل أو شاب أو امرأة نتوجه ليهم ببرامج مختلفة تتناسب مع أعمارهم ومع توجهاتهم. صحيح. طب قول لنا، حضرتك بتقول إنك عامل مدرسة، المدرسة دي بتعمل إيه بالظبط؟ المدرسة بدون حوائط خرسانية. كويس. بدون أي تكلفة. أونلاين يعني؟ هي كل عفوا يعني كل خرابة، كل مساحة كبيرة ما فيها مخلفات ورتش وفيها آسف في اللفظ زبالة، تتحول تتنظف وتتعمل منطقة خضراء وسط الكتلة السكنية، ونعلم فيها أطفالنا مهارات إبداعية زي رسم وموسيقى وزراعة، ونعلم فيها شبابنا مشروعات ريادة الأعمال وإزاي يقدر يبقى شاب ناجح وعنده مشروعات خضراء، وندرب فيها السيدات المعيلات وتمكنهم على أرض الواقع من مشروعات تدر ليهم عائد مادي كبير. فالمقصود بالمدرسة هي مكان بنعلم فيه الناس وبنوعي فيه على المهارات اللي احنا بنقدمها. طيب بتعملوا ده ازاي؟ يعني هل بتلجأوا لأهل المنطقة مثلا تقول لهم تعالوا احنا عايزين نعلمكم حاجة جديدة تقدروا ان انتوا تكسبوا منها فلوس، تعالوا ساعدونا ننظف المنطقة دي ونزرعها؟ مين اللي بيزرع المناطق دي؟ احنا عملنا تجربة رائدة في القاهرة العاصمة في منطقة حدائق القبة بالتحديد، اخذنا حوالي مساحة فدان كان اكبر منطقة تجمع للمخلفات والرواقد، ونظفنا المكان وعملنا اول مدرسة بيئية في مصر والشرق الاوسط على مساحة الفدان اللي هي 4200 متر. بدأنا بمتطوعين، 5 متطوعين، انتهينا ب 170 متطوع من اهل المنطقة، من اهالي المنطقة، من شباب وسيدات ومتطوعين. عدنا من يوم 1/3/2016 ليوم 1/6، 3 شهور، 90 يوم. 90 يوم شلنا فيها 140 كونتينر مخلفات من المكان، وبدأنا نعلم الأطفال مهارات أساسية اللي هو طفل مبدع، طفل صديق للبيئة، الرسم والموسيقى والزراعة. ومن هنا تحولت المكان إلى أول مدرسة بيئية في مصر للمجتمع المدني. كررت التجربة دي ولا في فضل بس؟ التجربة من خلال حضراتكم، من خلال الإعلام، بنوجه كل السادة
المحافظين ان هي دي تكون مدرسة بيئية في كل محافظة. واحنا على استعداد كمجتمع مدني بالمدربين، وعلى استعداد ان احنا نسافر في كل مكان نعمل نقرر التجربة في كل المحافظات المصرية. التجربة بدأت بمكان يتحول لمدرسة بيئية استهدفنا بيه ان احنا الطفل الأخضر صديق للبيئة. ومن هنا انطلقنا كمجتمع مدني، ان كنا من المؤسسات اللي شاركت في كوب 27، وكنت كمشارك ومراقب تبع اليو ان في ترابل سي، وقدرنا ان احنا نمثل الدولة المصرية بكل مشروعات البيئة وكل المشروعات اللي بتهدف للاستثمار في البيئة. طب يعني بتعملوا ايه بخلاف المدرسة البيئية؟ يعني ازاي مثلا بتدي لشخص كتالوج، او بتدي له نصايح، او بتدي له معرفة انك تزرع في البلكونة، تزرع في السطح، تعمل كده؟ الاويرنس او موضوع التعليم ده بيحصل ازاي؟ كأنه المنهج يعني التعليم والمنهج ازاي؟ عندنا تعليم بالورش العمل. ان الطفل يدخل يزرع بايده ويتعلم ان الزراعة حياة، وياخد النبات اللي زرعه ده هدية للبيت يزرعه، يبقى موجود في بلكونته او في سطحه. فالمناهج عندنا مناهج مش اكاديمية، هو مدربين متخصصين في الزراعة وفي إعادة تدوير المخلفات العضوية وفي الطاقة المتجددة وفي المناحل وفي الإنتاج الداجيني والإنتاج السمكي. كل ده هو في المدرسة البيئية محطات يعدي عليها الطفل أو المتدرب، يتعلم مهارات إبداعية ومهارات حقيقية يتعلمها بإيده، يشتغل بإيديه. فبالتالي كده كل الـ يعتبر كل حاجة بيتعلمها بالحس وبالحركة وبيشوف، فبالتالي يقدر يكتسب معلومات ويعلم غيره من الأطفال الآخرين. طيب عندكم فكرة مثلا انه لو انتوا يعني الناس اللي عايزة يبقى عندها عائد اقتصادي من ده، او الناس اللي عايزة تساعد وتزرع اشجار في محيطها ايا كان فين، هل مثلا حد بيجي لكم بتزودوه بالبذور مثلا وتعلموا تقولوا له انت دي البذره دي هتزرعها بطريقه الفلانيه وتسقي الميه بالطريقه الفلانيه فبالتالي تبقى شجره مثمره، ولو حضرتك مثلا حابه تعملي ده عندك في البلكونه ويبقى في عائد اقتصادي، هل بيجي ناس تسالكم الاسئله دي وانتوا بتوفروا لهم البذور عشان يزرعوا؟ بالفعل استهدفنا سيدات معلات من منطقة حدائق القبة، قدرنا ندرب حوالي 400 سيدة على زراعة الأسطح. 400 حلوة قوي. نبدأ الأول بالزراعة. ليه؟ أنا بعمل زراعة مطبخي، أن أنا أعمل وحدات نباتية أحقق منها نوع من الاكتفاء الذاتي من الورقيات زي البقدونس والشبت والكزبرة والجرجير والريحان والنعناع. يبقى أنا الأول عملت اكتفاء ذاتي لست البيت، وبالتالي قدرت تتعلم المهارات دي عندنا. فلما زرعت في مطبخها، زرعت بلكونتها، زرعت سطحها، فده التمكين الاقتصادي للمشروعات الخضراء. بعد ما قدرت احقق نوع من الاكتفاء الذاتي، قدرنا بعد كده ندربها ونعلمها ان تبقى ست منتجه تنتج وحدات نباتيه. قدرنا بتجربه بسيطه، لقينا ان السيده خلال ساعه تقدر تنتج 50 وحدة نباتية. 50 وحدة نباتية في معدل 10 جنيه الوحدة، يبقى انتجت في الساعة ب 500 جنيه. لو الساعة 500 جنيه، يبقى خلال الشهر عملت لي رقم في حدود ال 15,000 جنيه. يبقى ده تجربة حقيقية وتجربة تمت على أرض الواقع. لا يعني معلش، ده حصل ولا احنا؟ ده حصل يا فندم. يعني هم كسبوا المبلغ ده؟ لكن ال 15,000 جنيه بنقول ان هي تاخد منهم 3,000 جنيه تحقق نوع من ان هي. 15,000 برضه مش نت، يعني مش ربح صافي، اكيد فيهم تكاليف كبيره. تكلفهم في تقريب ما وصلتش 300 جنيه، تكلفه البذور والشتلات والخامات. والباقي يروح فين يا مصطفى بيه؟ يروح ان انا اشغل بيه عدد من الشباب. ان انا اعرض منتجات السيدات المعيلات بان انا عن طريق الانديه وعن طريق مراكز الشباب وعن طريق المعارض، يبقى في حد بيسوق وحد على السوشيال ميديا وحد بيقف يبيع، يبقى كل ست شغالة 3 شباب
من مشروع، وأصبح ده مشروع لتمكين السيدات المعيلات على أرض الواقع، مش بس يعني البرنامج المعمول للدولة اللي هو فخامة السيد رئيس الجمهورية طرح برنامج تكافل وكرامة، ده برنامج رائع، لكن احنا بنكمل وبنساند الدولة المصرية بالمشروعات اللي احنا بنقدمها لتمكين السيدات. طب يعني موضوع المورينجا ايه قصته؟ قصته قصة كبيرة قوي، ان لنا عالم رحمة الله عليه اسمه الدكتور ابو الفتوح محمد في المركز القومي للبحوث، اتعلمت منه علم فواجب علي ان انا اعلمه للناس. العلم ده ان احنا عندنا شجرة مصرية موجودة في جبل طور سيناء، شجرة من 3000 سنة قبل الميلاد، هي بيسموها شجرة الحياة، وبيسموها بلغات ان هي لايف تري او ميركل تري. ايه الشجرة المعجزة دي؟ شجرة موجودة من الاف السنين، بناخد منها الزيت بتاعه من الزيوت السبعة المقدسة لسر من اسرار التحنيط. الورق بتاع المورينجا من الاوراق اللي ممكن اعمل منه شاي، بدل ما احنا بنستورد كميات كبيرة من الشاي والنسكافيه والكابتشينو والحاجات المشروبات اللي لها يمكن اضرار اكثر من لها فوائد. مش يمكن، وهي فعلا كده. ويبقى كده حققنا نوع من ان احنا قفلنا استيراد كميات كبيرة من اللي احنا بنستوردها، وفرنا عملة صعبة، وكمان ان في الورق المورينجا فيها 46 مضادات اكسدة، 36 مضادات التهابات، 18 حمض اميني، 15 فيتامين وملح، اوميجا 3 و6 اللي موجود في حوالي شويه المكسرات. فده غنيه جدا بالفيتامينات والاملاح والمعادن، ان انا مجرد ان انا اشرب مشروب من ورق المورينجا. ورق المورينجا ممكن يتعمل باودر، ويبقى بيبقى على بعض المخبوزات والاكلات الشعبيه اللي بتتقدم للاطفال عشان ارفع الجهاز المناعي. المورينجا عموما بتعالج حوالي 300 مرض، بتظبط لي سكر، ضغط، انيميا، سمنه، مهمه جدا لعلاج رفع الجهاز المناعي، مهمه جدا للسمنه المفرطه، تخسس لي 4 كيلو جرام في الشهر لو انا تعاملت مع النبات ده. شجره بيتغنى بها العالم، شجره بتاخدها مننا المانيا بالتحديد، بتاخد ورقها وتبعته لينا على هيئه كبسولات وعلاج. احنا يعني نقدر نعمل ده ونصنع ده في مصر، مش بس نزرع، نصنع ويكفي انتاجنا المحلي للسوق. طب حضرتك بتقول ان هي موجوده في الطور في سيناء، صح؟ هل بنزرعها هنا بقى في القاهره؟ دور مؤسسه تزرع شجره ان احنا تبنينا فكره زراعه اشجار المورينجا، زرعناها في مستشفى 57 357 في المتحف المصري، عشان نقول ان الشجره المصريه رجعت لمصر ورجعت، بنعلمها الاطفال اللي بيزوروا المتحف. كويس. زرعناها في الاكاديميه البحريه بالاسكندريه، زرعناها في كل مدارس سوهاج الاقصر الفيوم مع الاشجار المثمره، طبعا مش شجره مورينجا فقط. هل بتوفروا بذور؟ ان انا لو عايزه ازرع المورينجا عندي في البلكونه او الروف، هل اقدر اخد منكم في المدرسه البذور وتعلموني ازاي ازرعها؟ بنعلم مجانا، وبندي بذور ونوزعها لكل اللي بيترددوا ويزورونا على المكان. ونقدر كمان نوعي باستخداماتها ازاي، وقد ايه ان هي حاجه عندنا كنز من كنوز الطبيعه في مصر يجب استثمارها. طب انتوا في مؤسسه ازرع شجره قلتوا برضو ان التوت من اهم الاشجار اللي ممكن تتزرع في شوارعنا، ومش بس يبقى ليها منظر جمالي، ده يبقى ليها كمان عائد اقتصادي. أنا من جيل السبعينات، اللي خرجت لقيت شجر التوت في الشوارع المصرية وخاصة في الريف المصري. صحيح. ولقيت شجر الجميز موجود. حصل. ولقيت نخيل الدوم. أي. طب فين الأشجار دي؟ دي أشجار لها هوية مصرية. والهوية المصرية في الشجرة المصرية، إحنا دلوقتي حصل غزو بيئي بشجرة عديمة الجدوى اسمها شجرة الفيكس. الفيكس، ايوه. فبندعو كل المسؤولين هي ورق بس ملهاش اي، عايزين نبطل. أيوة. ان احنا نزرع فيكس. ده مش حضرتك بس، ده ورق بلاستيك، ورق كأنه نوع من ما بيمتصص ثاني اكسيد الكربون، ما بيدينيش اكسجين بالكم الكافي، شجرة منفرة للطيور
واللي بيسكن على الشجر ومش مصرية ومش دخل على بيئتنا يعني مش وبتعمل خلخالة للأساسات، تسد لي شبكات الصرف الصحي، تاخد لي مية المخزون الجوفي من التربة. فإحنا بنزرع بدلها أشجار التوت. التوت دخل في مصر ثلاث أشجار توت غير التوت المصري الأبيض اللي احنا نعرفه، في توت هندي وتوت عماني. فليه التوت الهندي والعماني؟ لأن أولا استدامة الورق، يعني ورق أخضر طول السنة، حجم الورقة بحوالي 5 ورقات عادية، فبنربي على ورق التوت دودة الأز عشان ننتج الحرير. بفكر حضرات السادة المشاهدين ان احنا كنا بنكسي الكعبة بالحرير المصري. صحيح. اللي موجود في إخمين. فين الحرير؟ ما بقاش في حرير علشان ما فيش أشجار توت. فبالتالي انقرضت الصناعات. احنا بنجدد ان الطفل لما يجي يشوف الدودة الأز بتاكل ورق التوت وبتنتج لي الحرير، وكمان ثمار التوت اللي هي فيها صبغات عالية جدا. صحيح. ففيها مضادات أكسدة، فنقدر نعمل مربى من التوت ونعمل عصاير من التوت ونقدر نصنع حرير من أشجار التوت. أنا عن نفسي يعني هلتزم بمبادرة ازرع شجرة وهبتدي عندي وهزرع في البلكونة والروف. يعني لو تديني بذرة مورينجا كمان هزرعها عندي تحت البيت لو معانا. ولو توت هتزرعيه تحت البيت؟ ولو توت هزرعه تحت البيت، بس المورينجا بيقول لك حلوه شباب بقى وكده وحاجات يعني من الحاجات اللطيفه قوي قوي اللي ممكن تحصل، والحاجات اللي في حقيقه احنا محتاجينها يعني. صح. خلاص ما بقاش في وقت ان احنا نقول عليها رفاهيه ابدا، ان احنا نزرع او ان احنا نتعلم حاجه زي دي من الحاجات الهامه جدا ومن الحاجات اللي لازم نعلمها لاطفالنا ونتعلمها احنا كمان، ما كبرناش على ده. الانبعاثات الكربونيه موجوده في الجو بشكل كبير جدا وبتزيد يوم بعد يوم، وكل سنه بنشوف حرائق الغابات في العالم كله، والرئتين الارض زي ما بيقولوا تضرروا بشكل كبير. فدورنا ان احنا النهارده نوفر مناخ يعني سليم لاولادنا في المستقبل بان احنا نلتزم بهذه المبادرات الهامه جدا. دور حضرتك كبير وهام ولازم تتوسعوا في ده، واحنا كاعلام بنسلط الضوء دايما على مثل هذه المبادرات. بنشكرك استاذ نبيل محروس رئيس مجلس الامناء لمؤسسه ازرع شجر على وجودك معنا وعلى المجهود الكبير. كل الشكر والتقدير لحضراتكم، ودائما تحيا مصر بقيادتها وجيشها وشعبها العظيم والمخلصين امثالهم. شكرا لك يا استاذ نبيل. شكرا لحضرتك. لا يا حال، خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل فقرتنا معكم في صباح الخير يا مصر. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه معنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا. اتحاد الكرة تلقى عرض لإقامة مباراة ودية بين منتخب مصر الأول ومنتخب كوستاريكا في أكتوبر المقبل، وده على هامش تحضيرات الفراعنة لبدء مشوارهم بتصفيات كأس العالم. وزارة الشباب والرياضة أعلنت في بيان رسمي استبدال حسن موسى المدير التنفيذي لنادي الزمالك بالدكتور عماد مصطفى البناني رئيس المجلس القومي للرياضة الأسبق، وده للعمل مديرا تنفيذيا لنادي الزمالك ورئيسا للجنة المشتركة لإدارة شؤون النادي. مارسيل كولر المدير الفني للأهلي وقع عقد جديد مع النادي الأهلي لمدة موسمين مقبلين، ده بخلاف الموسم المتبقي في عقده، ليستمر المدرب السويسري على رأس القيادة الفنية لنادي الأهلي لمدة 3 مواسم مقبلة. النادي الأهلي أعلن إعارة لاعبه الجزائري أحمد القندوسي لصفوف سيراميكا لمدة موسم، وده رحب السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة بالأهلي بإعارة القندوسي لإفساح المجال للتعاقد مع مهاجم أجنبي استعدادا للموسم الجديد. فريق الكرة بالنادي الأهلي اختتم تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة قبل السفر للنمسا النهاردة لدخول معسكر مغلق هناك، وده في إطار الاستعدادات للموسم الجديد. فريق كرة اليد بنادي الزمالك خسر لقب البطولة العربية اللي استضافتها المملكة العربية السعودية، وده بعد الهزيمة أمام الكويت الكويتي 30-31 ده في نهائي المنافسات.
اتحاد الكرة الطائرة أعلن عن البوستر الرسمي لبطولة إفريقيا للرجال اللي بتستضيفها مصر خلال الفترة من 1 لحد 14 سبتمبر المقبل باستاد القاهرة، وبتبدأ الوفود المشاركة في البطولة الإفريقية للكرة الطائرة في الوصول إلى القاهرة بداية من يوم 1 سبتمبر. منتخب شابات القارة الطائرة تحت 21 سنة فاز على منتخب جمهورية الدومينيكان بنتيجة 3-0 في إطار تحديد المركزين 13 و14 ببطولة العالم اللي بتستضيفها المكسيك لينهي مشواره في المركز 13. لاعب المنتخب الوطني للخماسي الحديث استطاع حصد ميدالية ذهبية وأخرى برونزية ضمن منافسات الرجال ببطولة العالم للخماسي الحديث واللي بتقام في بريطانيا. فريق يوفنتوس الإيطالي يتعادل مع نادي بولونيا بنتيجة 1-1 في المباراة اللي أقيمت بينهم ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسة الدوري الإيطالي للموسم الكروي الحالي. فريق برشلونة الإسباني حقق انتصار مهم على مضيف فياريال بنتيجة 4-3 ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم للموسم الجاري. فريق بايرن ميونخ الألماني حقق الفوز على فريق أوكسبورغ بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الألماني للموسم الحالي. الدولي المصري عمر مرموش أنقذ فريقه أينتراخت فرانكفورت من الخسارة أمام نادي ماينز وسجل لاعبنا المصري هدف التعادل في وقت قاتل لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 في المباراة اللي جمعتهم ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الألماني. فريق ليفربول المحترف ضمن صفوف النجم المصري محمد صلاح حقق الفوز على فريق نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-1 في المباراة اللي أقيمت بينهم ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري. فريق مانشستر سيتي فاز على مضيف شيفيلد يونايتد بنتيجة 2-1 في المباراة اللي جمعتهم ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي للموسم الجاري. وبكده خلصت جولتنا الرياضية، هرجع مرة تانية لباسانت ومصطفى عشان نكمل معكم فقرة صباحية مصر. شكرا لك يا دينا. انطلقت الدوريات الأوروبية ومرور ما بين جولتين لثلاث جولات في الدوريات الكبرى، بدأ شكل المنافسة يظهر وبدأت الصفقات الجديدة أيضا تظهر ويبان تأثيرها في كل وسائل الإعلام الأوروبية. يمكن الحديث دلوقتي يا مصطفى دايما عن الدوري الأوروبي وإيه اللي بيحصل فيه والتغيرات الكثيرة قوي اللي بتحصل الفترة دي. صلاح، موقف اللاعبين المصريين في أوروبا يعني إيه هو في الفترة دي؟ يعني القيلة والقال كثيرة قوي، فإحنا قلنا نرد عليكم النهاردة من خلال حلقتنا ومن خلال ضيفنا الموجود معنا أستاذ محمد عباس الناقد الرياضي اللي منورنا. أهلا بيك. أهلا بيك يا مصطفى. مستعد بقى للإشاعات الكثيرة اللي عندنا اللي هنرد عليها؟ مستعدين صح؟ خلينا الأول نبتدي بالحقائق، يعني ما نتكلمش على الإشاعات ونتكلم عن الحقائق. وخلينا نتكلم عن الدوري الإنجليزي، تقييمك إيه لأول ثلاث أسابيع اللي بيحصل؟ هل السيتي في طريقه فعلا إن هو ياخد الدوري في ظل طبعا الفروق الواضحة بينه وبين الفرق التانية، قادر إن هو يحقق العلامة كاملة في أول ثلاث ماتشات؟ بصي، هو السيتي كسب أول ثلاث ماتشات دي حقيقة، وباين ان هو عن شخصيه البطل او ابتدوا يتعودوا يكسبوا، وكان فيهم ماتشات صعبه يعني دي حقيقه برضو. بس اي حد بيتفرج على كوره، هو الوحيد اللي حقق العلامه الكامله هو سيتي لغايه دلوقتي، بس اي حد بيفهم كوره او بيتفرج على كوره باين قوي ان مانشستر سيتي ما بقاش نفس الخطوره على الجول، بقى فريق عنده عجز في الحلول اللي قدام شويه. الراجل عمل، راجل جوارديولا عمل انتقالات صيفيه انا شايف ان هي كانت بالسلب على الفريق اللي لسه واخد تشامبيونز ليج واخد دوري واخد كل البطولات. هو قلل الابداع عنده. في لعيب في وسط الملعب كان اسمه جوندوجان، لعيب تركي، في الماني تركي يعني، في وسط الملعب الراجل ده كان بيقدم حلول لجوارديولا هايله جدا، ماتشات كتير قوي خلصت بجوندوجان ده. الراجل ده هو بدله بكوفازيتش، كل الناس المحنكين او اللي بيحاولوا يدافعوا عن جوارديولا شويه قالوا كوفازيتش ده وسط الملعب ده ابجريد بقى في المستوى. لما بدا الثلاث ماتشات والماتشات الوديه كمان بان قوي ان كوفازيتش ما عندوش التكمله الهجوميه اللي بيعملها جوندوجان، فالحلول قلت والدكه بقت اضعف عشان في محرز مشي، المحرز ده تقل على الدكه جدا، فانت شلت اثنين وما جبتش حد مكانه.
لحق نفسه امبارح او اول امبارح، كان في لعيب اسمه دوكو جناح من ريني الفرنسي مضى، ولد شاب، بس انت لسه ريسك، ده مش لعيب مش متمرس في الدوري الانجليزي زي رياض محرز اللي كان اصلا واخد دوري قبل ما يجي لك يعني. صحيح. فهو فريق عنده عجز في الحلول الهجوميه شويه، بانت شويتين الماتش اللي فات، الماتش اللي قبله، الماتش اللي كان هيهرب منه ماتش امبارح. فالسيتي مش نفس قوه السيتي بتاع السنه اللي فاتت. فمنافسين في منافس او اثنين كده خلينا نقول عليهم دول، لو فاقوا شويه او كملوا بنفس المستوى شويه، لا السيتي ما اعتقدش ان هو هياخد الدوري للسنه الثانيه. طيب بعيدا عن السيتي خلينا نروح لليفربول. ليفربول ونيوكاسل كان ليهم مباراه شفناها امبارح، وخصوصا شفنا محمد صلاح كان بيلعب بشكل اساسي، ما ندهوش يورجن كلوب وقال له اقعد على الدكه وخلافه، ولا طلعه لما حصل طرد. خلي بالك ما طلعش. تفتكر ده ضغط الدوري السعودي؟ الراجل لا خلاص بقى متهيألي خلاص يعني، هي حسي يعني خلينا يعني باين للناس، خلينا نشرح للناس الموقف كده، ان ليفربول قال ان انا مش هفرط محمد صلاح غير لما اجد بديل. فالناس عشان اللي بيتفرجوا علينا يفهموا الموضوع ماشي ازاي، هو ليفربول ما بيفوتش بديل. هو مش هيسيب صلاح غير لما يلاقي بديل، وما بيفوتش بديل. وصلاح قال انا مع الاداره، هو مش بيشكل اي ضغط على الاداره. يبقى ايه اللي هيحصل؟ والوقت ضيق جدا، يومين ثلاثه والدوري الانجليزي خلاص اللي كده هيقفل، هو ما بيشكلش اي ضغط على الاداره. الولد ما طلعش قال مثلا عايز امشي او لا لا ما دخلش في مشكله مع الاداره، وليفربول مش هيجيب بديل لانه فاضل يومين. كنت لسه عايز اقول احسن لابننا ايه بقى، يقعد ولا يروح الدوري السعودي في ظل التغيرات الكثيره اللي بيشهدها الدوري السعودي، وظل الانضمام او انضمام العديد من النجوم او نجوم او خلاص نجوم الصف الاول في عالم كره القدم دلوقتي انضموا للدوري السعودي. طبعا في اكيد نجوم كبار موجودين في دوريات اخرى، لكن احسن لصلاح ايه، هل تواجده في ليفربول ولا الدوري السعودي؟ بس خلينا متفقين الاول على حاجه، ان الانسب والوجهه النظر الاكثر صعوبا هي وجهه النظر اللي يوصلها محمد صلاح ومدير اعماله، لان هم دول شكلوا لنا او ورونا التجربه الاكثر نجاحا في تاريخ كره القدم المصريه، فهم اكيد هيوصلوا للحل الاحسن يعني. بس بوجهه نظرنا احنا كده، في وجهه نظر انا بميل ليها اكتر شويه، ان الدوريات الاوروبيه دلوقتي فضيت من نجومها. لو صلاح فعلا زي ما قال نجوم كتير ليهم اختلاط معاه او قريبين منه ان هو بيفكر في الكره الذهبيه، دي فرصته. لو هو تفكيره في الكره الذهبيه فعلا دي فرصته ان هو يقعد السيزون ده او السيزون اللي جاي المشروع قائم عليه، وهو نجم الدوري الانجليزي يعني. هو لو بصيتي على مين نجوم الدوري الانجليزي، هالاند وصلاح. فهو صلاح لو قعد دلوقتي وهو بيفكر في كره ذهبيه يقدر يعملها. الماتش بتاع امبارح واحد من اهم 5 6 ماتشات في تاريخ كلوب مع ليفربول. اوكي. من اهم 5 6 ماتشات في تاريخ كلوب، ده من كلاسيكيات هيبقى بعد كده. طب في مدرستين، في مدرسه تقول لك ان صلاح يروح افضل هناك، وفي مدرسه تقول لك لا خليه هناك. يعني في ناس تقول لك ان ايه لا الدوري السعودي هيبقى قيمته السوقيه يعني تاني حاجه بعد الدوري الانجليزي، في مدرسه تانية تقول لك لا وجوده في اوروبا هيكمل مسيره لاعب مصري. وما بين المدرستين يتبارى النقاد وتتبارى تصريحات وكل البرامج الرياضيه بتتكلم في السياق ده. تعليقك؟ لو هيروح يروح دلوقتي، خلينا يعني نتكلم بالعقل كده، لو هيروح للتجربه السعوديه، لو هو ناوي ياخد التجربه دي يعني القيمه السوقيه للدوري السعودي فعلا هتبقى طبعا عظيم باين قوي يعني. بص دي حقيقه خلاص، دي فاكت يعني، الناس بتتعامل معاها ان هي دي حقيقه ثابته باين قوي من اسامي اللعيبه، من اسامي المدربين، من دي بلان وخطه. تاني قيمه السوقيه بعد الدوري الانجليزي فعلا جايه اكيد مع الوقت. كل الناس حتى اللي في الدوريات الثانيه قدوا تخوفهم، كلوب نفسه في الدوري الانجليزي قدوا تخوفه. سيميوني امبارح طلع قال انا مش انا خايف على فرقتي، خايف على نجوم فرقتي، ان كل الناس عايز تروح هناك. التجربه اللي هناك دي باين ان هي ناجحه جدا، لان هي تجربه متكامله مش تجربه اسمين يكسروا الدنيا. اللي باين التجربه كامله. طب اخر كلام في الحته دي بقى عشان ندخل في حاجات ثانيه، عايز اتكلم عن الارسنال. صلاح قاعد في ليفربول، شكلها قاعد خلاص، ده اخر كلام. الشواهد بتقول كده، الناس اللي بتكتب حاجات على السوشيال ميديا صلاح خلال ساعات قليله يتجه الى الدوري السعودي. في ناس كتير بتكتب حصري وعاجل، ومحدش قريب لصلاح يكتب حصري وعاجل يعني. طب وصل عمده نجريج قال لك عمده نجريج يسهر، كل واحد بيقول رايه يعني. بس الحقيقه ان الشواهد بتقول ان مفيش حاجه رسميه، خلاص ليفربول ما بيفوتش بديل، مش هيسيب صلاح. هو عمده او هو حجر الاساس في الخطه دي لكلوب. هو لو تتفرج على محمد صلاح ايفن امبارح، انت بتشوف محمد صلاح 90 دقيقه الخطه وتحركات كلوب في الملعب كلها قايمه على الراجل ده. هو اللي بيحرك الفريق، فمش هيسيبه. طيب انت كنت لسه بتقول ان فاضل يومين وهيتقفل القيد امام الدوري الانجليزي، خلاص ايه اهم الصفقات اللي حصلت الفتره اللي فاتت؟ اهم الصفقات الارسنال عمل صفقات كويسه قوي طبعا. اكتر في عمل صفقات في العالم يمكن في اخر سنتين تشيلسي. تشيلسي هو جاب 22 لعيب ومشى 11 لعيب وعمل حاجات كتيره كده.
لسه ما التجربه ما بانتش قوي. لكن الارسنال عمل صفقات، الصفقه الاهم ايه بقى؟ ديكلان رايس وسط الملعب، صفقه مهمه قوي للارسنال، ومتهيألي دي اقوى صفقه يعني حصلت لغايه دلوقتي. كاسييدو اللي راح تشيلسي، ودي كانت اكتر صفقه عليها جدل، تشيلسي وليفربول اتخانقوا عليه باسم كاسييدو في وسط الملعب، راح تشيلسي والصفقه الاغلى، اغلى من ديكلان رايس بكام الف يعني. الصفقتين دول اهم صفقتين، بس ديكلان رايس للارسنال قويه جدا. وكان في صفقه تانية دي كان ممكن نقول النهارده اقعد معاك واقول بقى ان انا فاهم وكده، الصفقه دي اهم صفقه فعلا، بس يعني اول ماتش مع الارسنال جاله الباط صليبي المدافع اسمه تيمبر، وده عمل مشكله للارسنال، وده فريق من الفريقين اللي انا قلت لك لو وقفوا على رجليهم شويه هيخلوا السيتي ما ياخدش اللقب للسنه الثانيه منهم الارسنال. بس فكره ان تيمبر ده اتصاب دي عملت مشاكل في الخط الخلفي، وده باين قوي في اول 3 ماتشات الارسنال بيستقبل اهداف بسهوله. الفريق الثاني هو فريق ابننا صلاح برده ليفربول، لو جايب لعيب رقم 6 قوي وسط مدافع قوي قطع الكرات، ليفربول جاهز ان هو ينافس السيتي المره دي عشان زود الحلول الهجوميه جدا ليفربول. مانشستر يونايتد ايه ظروفه في هذه المنافسه؟ ما مانشستر لا ما عيان مانشستر شويه بعافيه شويه ليكت نهاج ما عندوش، انا بشوف ان هو ما عندوش رؤيه واضحه، يعني هو بيعمل حاجه وبعدين يلغيها ويجيب لعيب وبعدين يغير مكانه. بص هو عنده مشاكل. يمكن الدنيا هتبان شويه اكتر لما هويلاند اللعيب اللي هم جابوه من اتلانتا يخف من اصابه، ان هو جاي مصاب ويلعب، لان هو محتاج راس حبه بشكل راس الحبه اللي بجد يعني، ساعتها ممكن خطه الفريق تبان. بس هو تنهاج عنده مشاكل كتير قوي. عنده مشاكل كتير يعني، مانشستر فريق كسب مع نوتنغهام بس عنده مشاكل، مشاكل في استقبال الاهداف كتير، وعنده مشاكل في العمق الهجومي، عشان كده بقول لك ممكن المشكله دي تتحل لو هويلاند بقى موجود وراشفورد خد الشكل بتاع الخط يعني. بس هو تحس ان مانشستر لسه قدامه سنه سنتين عشان ياخد لقب. هل هالاند ممكن يعمل ارقام قياسيه زي السنه اللي فاتت مع غياب دي برون ولا هو عامل؟ بص انا كنت بقول لك في عندهم مشاكل في الناحيه في ناحيه خلق الحلول قدام الجون، ده باين قوي وباين قدام يعني فريق زي امبارح، فريق عنده مشاكل اصلا، شايف الفريق ضعيف يعني. بس في حتى في ظل ده هالاند عنده لا قدره تهديفيه مرعبه، الراجل هو لسه ستيل الهداف برده، 3 اجوان 3 ماتشات 3 اجوان، ده العادي بتاعه يعني. بس طبعا انت دي برون بيغيب، جوندوجان بيغيب، محرز بيغيب، انت الحلول بقت اقل تحتيه، وهو راجل ما كنا اتكلمنا قبل كده في ان هو راجل ما بيخلقش الحلول لنفسه. هو راجل قادر على التركيز 90 دقيقه في تحويل الحلول دي لاهداف. صحيح. فلو ما عملتلوش حلول كتير مع الوقت فضل السيتي عاجز شويه عن تشكيل الخطوره يعني على اهداف المنافسين. لا هالاند هيبقى الارقام اقل من السنه فاتت، هيبقى اهداف برده يعني، مش خلينا بس هيبقى اقل شويه من السنه فاتت. طيب بعيدا عن الدوري الانجليزي خلينا نروح للدوري الاسباني. يعني هل في حاله خفوت كده حوالين الدوري الاسباني؟ يعني الريال وبرشلونه يعني ما بقيناش نسمع عنهم زي زمان، او ما فيش ليهم تاثير واضح في الدوري الاوروبي زي زمان او الدوريات الاوروبيه زي زمان. الاعلام الاسباني بيتكلم عن ده كتير وبيحاسب المسؤولين عن ده. في مشكله طبعا اقتصاديه عند برشلونه، ما بيجيبش لعيبه اسامي كبيره يعني، فضلنا طول الصيف عايشين ميسي جاي، لا نيمار هيرجع، برناردو سيلفا، في الاخر ما فيش حد. اتلتيكو يمكن بيعمل صفقات كويسه بس برضو الطموح قليل شويه، وريال مدريد هو الوحيد اللي بينافس حتى على مستوى الاوروبي يعني بقاله كام سنه. فالدوري الاسباني عنده مشكله في النجوم. رافا بينيتيز كان بيتكلم من كام يوم على نفس المشكله. الفكره اقتصاديه، مفيش فلوس نعمل صفقات جامده، فالدوري ما بقاش جامد زي زمان. ريال وبرشلونه هيفضل ريال وبرشلونه، والكلاسيكو هيفضل كلاسيكو، بس انت بتحكي في اتلتيكو مدريد وسيفيليا وفياريال يبقوا اقوياء عشان الدوري يبقى قوي. بس وريال مدريد نفسه عنده مشاكل على المستوى الاوروبي. صحيح. بيبدا موسم 3 اصابات، اهم 3 نجوم في الفريق مش اسامي عاديه يعني. فينيسيوس كان في زي اشاعه محمد صلاح كده، اشاعه مبابي وهيروح ريال مدريد ولا لا، هيسيب باريس سان جيرمان ولا لا، وكان الضغط اللي كان بيمثل عليه من الجمهور بتاع باريس سان جيرمان يعني والنادي نفسه، هيعمل ايه؟ هيروح ريال مدريد مش هيروح ريال مدريد؟ هل ده ضغط ده مسلسل كبير. كل يوم والله يعني احنا انا بحب ريال مدريد، ده مسلسل كل يوم، ده احنا عايشين يعني. كل يوم الصبح تصحى مبابي قال النهارده ريال مدريد عمل ايه النهارده، يعني احنا بقالنا كتير بقالنا كذا سنه في ده. الموضوع كله المستفيد الوحيد منه من فكره التاجيل دي مبابي بس، انما باريس سان جيرمان اثارت الضجه. هو لا مستفيد كمان، الراجل عايز عقده يخلص مع باريس، يا اما يقعد يتشرط عليهم كل سنه فنجدد سنه واحده بس،
وبعدين يجي السنه بعديها. بس في ضغط كبير قوي عليه من الجمهور، يعني هو اصلا يعني متضايق والجمهور والدوله الفرنسيه نفسها بتتكلم لان ده المستقبل، ده مشروع، ده منتخب فرنسا بالنسبه لهم. وريال مدريد طبعا بيضغط من الناحيه الثانيه عشان الراجل بريز هو شايف ان هو ده الوحيد اللي ممكن يجي. يعني كان هاري كين قدام ريال مدريد ب 100 مليون ما جابش هاري كين. اوسمن من نابولي مثلا ما بيتكلمش على مهاجمين تانيين، هو امبابي. فموقف كل حاجه على امبابي، والدوله الفرنسيه يهمها ان باريس سان جيرمان يبقى امبابي هو الرمز بتاعنا. اجلا ام عاجلا امبابي راح ريال مدريد، بس ما فيش هيروح امتى ما نعرفش، ويمكن اصابه فينيسيوس تخلي امبابي يخلص في الكام يوم اللي جايين دول. طيب وانت بتتكلم على الصعوبات الاقتصاديه اللي بتعانيها الدوريات الاوروبيه، هل نقدر نقول ان الازمه الروسيه الاوكرانيه اثرت على عدد من الدوريات الاوروبيه، وخصوصا لو اتكلمنا على الدوري الالماني الدوري الهولندي، مش بس بتكلم على الدوري يعني الاسباني او الفرنسي؟ هو كذا ازمه يعني. هي بدات من قبل الحرب الاوكرانيه الروسيه، هي بدات من كورونا. حصل دروب قوي جدا عند فرق كتير، والدوريات الاسعار اللعيبه بقت عاليه جدا، وبقى في منافسين بقى تانيين، في دوريات بقى قويه، الدوري الامريكي، الدوري الصيني، يجي بقى الدوري السعودي دلوقتي، فبقت الانديه مش قادره تحافظ على. عمرنا ما سمعنا ان الدوري الامريكي لكره القدم ده يعني ما كانش مؤثر، لما نشوف ميسي بنروحه يعني انا مش لا اي نجم بيبطل بيروح يعني في حته كده يعني قبل ميسي ابراهيموفيتش وبيكام وانيستا بس مش بقوه الدوريات الاوروبيه. لا مش بنفس القوه اكيد، لا يعني مش. والدوري الصيني برضه نفس الدوري الصيني خد نجوم في جت موضه كده، هالك اوسكار من تشيلسي، جت فتره كده كانوا بيلموا برضه لعيبه بس كانت تجارب مش مدروسه. طيب انا عايز اسالك سريعا جدا على الدوري الالماني قبل ما نروح للموجز، هاري كين ساب توتنهام وراح لبايرن ميونخ، شايف المعادله عامله ازاي؟ تشامبيونز ليج الفريق الاقوى والاكس والمرشح الاقوى والابرز للحصول على لقب التشامبيونز ليج السنه دي. بايرن ميونخ كان ناقصه كل السنين اللي فاتت فاصحاب، راح جاب الراجل ده بس خلاص كده الموضوع خلص. يعني هو كان ناقصه مدافع قوي ومهاجم قوي. صفقه كانت بكام؟ 100 مليون اقل حاجه يستاهلها هاري كين، مع ان كان فاضل له سنه في عقده، بس هو انا بضمن مهاجم من اللي بيجيب 50 جون وبيعمل لي 30 اسيست في الموسم. فهاري كين هو الجوهره المفقوده كانت في تشكيله بايرن ميونخ، لعيبه كتير تحت راس الحربه وفاضل واحد قدام جابوه. طيب ولادنا نرجع للمحترفين المصريين، ايه اهم المحترفين المصريين الموجودين دلوقتي في الدوريات الاوروبيه؟ خلينا نتكلم مثلا عن مصطفى محمد ومشاركته في الدوري الفرنسي. اليومين اللي فاتوا كانوا يومين عظمه جدا للمحترفين المصريين. مصطفى محمد عامل بدايه هايله، 3 متوشه 3 اسابيع في الدوري الفرنسي، 3 اجوان ومشارك في صداره الهدافين يعني بعد وسام بن يدر. الراجل بقى عنده تكنيك خاص بيه في تنفيذ ضربات الجزاء، وده يخلينا نشوف ان مصطفى هيروح يعني رقم بعيد شويه في الاجوان السنه دي. السنه اللي فاتت جاب 8 اجوان طول الدوري، السنه دي جاب 3 اجوان في اول 3 اسابيع منهم ضربتين جزاء. ومصطفى لو تتفرج على التكنيك بتاع تنفيذ ضربات الجزاء اوروبا كلها هتتكلم عليه الفتره الجايه. هو جاب جونين في ماتش موناكو يعني من اول امبارح. مين تاني؟ ومرموش امبارح طبعا يعني اليومين اللي فاتوا كانوا يومين جمال قوي. مرموش جاب التعادل في الدقيقه 96 مثلا في اخر دقيقه لفرانكفورت، راجل الفريق مغلوب 1-0 ومطلوب منهم واحد وبيجيب جول وبيحتفل. مرموش جاي قوي يعني، الناس مش بيديله حقه يمكن في مصر، مرموش جاي قوي والاعلام الالماني بيتكلم عليه بشكل قوي. صلاح بقى مدرسه، بقى نهج، بقى سكه. مرموش ومصطفى متهيألي اصلا الناس بتظلم شويه ارقام او مردود مرموش ومصطفى محمد عشان بيقارنوهم باللي عمله صلاح. صلاح لسه بدري، لسه كتير قوي، وصلاح اللي عمله ده يعني توب يعني. ولسه لا ان شاء الله هم كمان يقدروا يعملوا ده. مصطفى الاثنين يقدروا جدا. هو درس مستفاد، وخلينا نقول في النهايه يعني اللي عمله صلاح فتح طريق كبير قوي للمصريين كتير في الدوريات الاوروبيه، وعمل اسم لمصر وعمل طبعًا اسم برضه لينا، يعني هي الفايده في كل حاجه. جزيل الشكر للناقد الرياضي محمد عباس، كلمنا عن الدوريات الاوروبيه اهم الصفقات اللي حصلت فيها، مشاركه ايضا المحترفين المصريين. شكرا جزيلا ليك. شكرا جدا. شكرا لك. مشاهدينا موجز العام واخر الانباء مع دينا، تفضلي يا دينا. شكرا لك بسنت. 9 صباحا بتوقيت القاهره، 6 بتوقيت جرينتش. موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف الجهود الرامية لتطوير الصناعة المصرية باعتبارها قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادي الشامل في ضوء انعكاس التقدم في الصناعة على دعم وتطوير جميع القطاعات الأخرى. وخلال اجتماع لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة والرؤية المستقبلية التي تتبناها الدولة لرفع معدلات نمو هذا القطاع ونصيبه من الناتج المحلي الإجمالي وزيادة حجم وجودة الصادرات الصناعية، وجه الرئيس السيسي بمواصلة جهود تمكين القطاع الخاص الصناعي بالإضافة إلى تعزيز العمل على ترسيخ ثقافة القيمة المضافة في الصناعة المصرية.
وخلال الاجتماع وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة الحوافز الآتية وفقا للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء. وتضمنت الحزمة الإعفاء من كافة أنواع الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة حتى 5 سنوات، وذلك للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية. كما ضمت الحزمة إمكانية مدى الإعفاء ل5 سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات بشرط تحقيقها مستهدفات محددة. وتشمل حزمة الحوافز إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50% بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له، وإضافة إلى التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي. تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا من وزير خارجية بنين بكاري أجادي أشلوغون. وذكرت وزارة الخارجية في بيان أن الاتصال تناول تطورات الأزمة في النيجر وتداعياتها على المنطقة، حيث استعرض وزير خارجية بنين جهود بلاده والخطوات التي يتخذها تجمع الإكواس للخروج من الأزمة. وأكد شكري خلال الاتصال أهمية حل الأزمة بالطرق الدبلوماسية وبحث كافة السبل للدفع بتسوية سلمية تحفظ أمن واستقرار واستقلال النيجر وعدم التدخل في شؤونه الداخلية. انطلقت في القاهرة جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بمشاركة وفود من مصر والسودان وإثيوبيا. وأكدت وزارة الموارد المائية والري أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد يراعي مصالح وشواغل الدول الثلاثة، مشددة على أهمية التوقف عن أي خطوات أحادية في هذا الشأن، ومحذرة من أن استمرار ملء وتشغيل السد في غياب اتفاق يعد انتهاكا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015. وشددت الوزارة على أن مصر تستمر في بذل أقصى الجهود لإنجاح العملية التفاوضية، مؤكدة على إيمان مصر بوجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي تتيح تلبية مصالح الدول الثلاثة والتوصل للاتفاق المنشود. أعلن وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنكوف أن الطائرات المقاتلة من طراز F-16 وعد بها الغرب كييف يمكن أن يستخدمها الطيارون الأوكرانيون لأول مرة في الربيع المقبل. وقال ريزنكوف إن الطيارين الأوكرانيين بدأوا في تلقي دورات تدريبية على استخدام تلك الطائرات، مؤكدا أن استخدام مقاتلة F-16 سيشكل نقطة تحول رئيسية في الصراع. التقت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو نظيرها الصيني وانغ يونتاو في بكين. وعقب وصولها الصين قالت وزارة التجارة الأمريكية إن ريموندو تتطلع إلى مناقشات بناءة بشأن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتحديات التي تواجه الشركات الأمريكية ومجالات التعاون المحتملة. ومن جهتها قالت وزارة التجارة الصينية إن بكين ستبلغ الوزيرة الأمريكية مخاوفها بينما تأمل في إجراء مناقشات معمقة حول حل النزاعات الاقتصادية والتجارية. اجتاحت أمطار غزيرة ورياح قوية شمال شرق إسبانيا. وأوضح مسؤول الطوارئ في إسبانيا أن الرياح القوية في مناطق مايوركا وكاتالونيا أدت لسقوط الأشجار وتحطم النوافذ وإصابة عشرات الأشخاص. وصاحب العاصفة انخفاض في درجة الحرارة بعد موجة حر رابعة شهدتها إسبانيا هذا الصيف. ختام موجز التاسعة، فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. الجهاز المناعي بيعتبر هو حائط الصد لجسم الإنسان، وده لعدم إصابته بنزلات البرد أو الفيروسات المختلفة. لكن خليني أقول أنه في بعض الأحيان المواطنين بيعانوا من ضعف في الجهاز المناعي، وده بيكون بنسبة كبيرة جدا بيعرضهم أحيانا لموجة من نزلات البرد الشديدة للأسف. صحيح، وإحنا داخلين بقى على الشتاء وعندنا والمدارس بقى والمدارس وظهور المتحورات الجديدة، إزاي أقوي مناعتي علشان أواجه أي إصابة بالبرد؟ إيه المفروض
اعمله في جسمي علشان يبقى عنده حائط صد، حائط الصد ده يعرف يمنع اي فيروس يجي له. ايه هو معنى المناعه في علوم الطب؟ ازاي نقدر نقوي هذه المناعه وازاي نقدر نقوي حائط الصد النهارده؟ النهارده في فقرتنا معانا الدكتوره سيلفيا طلعت، استاذ مساعد بكليه الطب جامعه عين شمس في قسم البطن العامه وحدة الحساسية والمناعة، هنتكلم معاها بالتفصيل عن كل هذه المحاور. أهلا بك يا دكتور. أهلا يا دكتور. دكتور أنا عاجبني أن اختصاص حضرتك حساسية ومناعة، فإحنا النهاردة هنتكلم بتفاصيل أكتر عن الموضوع ده. في دور برد منتشر، البعض بيختلف ما بين هل هو دور برد ولا حساسية، بتقدري تعرفي إزاي؟ طيب احنا اولا في ناس كتير للاسف بتجيلنا العيادات بتبقى فاكره ان بيجي لها ادوار برد كتير، حقيقه معظم الناس دي بتطلع في الاخر ادوار حساسيه كتير. الفرق ساعات بيكمن في ان ممكن مثلا ارتفاع الحراره، لو دي نوبه حساسيه بس مش هيبقى في ارتفاع حراره، لو في نوبه حساسيه مش هتبقى معديه لبقيه البيت، لو البيت كله عنده رشح يبقى مش معقوله ده دور حساسيه. لكن في اغلب الاحوال ساعات بيبقى حساسيه جيوب انفيه ومش متشخصه، او المريض لسه مش مدرك ان دي حساسيه. طيب بالنسبة لنزلات البرد وتقوية جهاز المناعة، جهاز المناعة زي أي جهاز محتاج أعتني بيه، يعني زي ما أنا محتاجة أعتني بصحتي ككل، جهاز المناعة أي حاجة بتفيد الجسم بتفيده، وهلجأ كلها لطرق طبيعية. يعني أول حاجة هقول مثلا الأكل، لازم يبقى على طول عندنا الجانك فود ده مش موجود في البيت، المفروض للأسف يعني ده اللي موجود دلوقتي ده المفروض ما يبقاش موجود. طب إيه البديل؟ طبق سلطة الخضار وطبق سلطة الفواكه، ده دايما بنصح بيه اي مريض عندي. يعني مش شرط كسلطة كسلطة بس، وطايمين ان احنا ناكل كذا صنف فاكهة في اليوم وكذا صنف خضار في اليوم، لانهم الحقيقة بيكملوا بعض. يعني لو بصينا على الخضار والفاكهة بوجه عام نلاقي مثلا في الشتاء بالذات معظم الفواكه تحتوي على فيتامين سي، فانا مش محتاجة اخد فيتامين سي كدواء، لكن ما هي موجودة عندي في الخضار والفاكهة. زي الطماطم مثلا منتشر فيها جدا فيتامين سي، يمكن الناس مش اوير قوي بالقصه دي. طبعا الموالح معروف، الليمون والبرتقان والحاجات دي كلها لازم نبقى ماشيين عليها طول الشتاء، مش مجرد خدت دور برد فهشرب ليمون النهارده. فجهاز المناعه محتاج حاجات طبيعيه، ومحتاج ابعد عن اي حاجه فيها مواد حافظه. يعني انا بنصح اي ام مثلا بلاش عصاير من بره كلها مواد حافظه، لكن اعمل عصير فريش من البيت كده استفدت من الفيتامينز. تاني حاجه جهاز المناعه بيحتاجها ان انا انام كويس ونوم بالليل بالذات. يمكن دي غلطة شائعة ناس كتير بتقع فيها، خاصة يمكن طلبة المدارس حاليا في الأجازات كله بيسهر ويطبق ويقلب اليوم، ده للأسف بيبوظ مش بس جهاز المناعة، الجسم كله. فجهاز المناعة محتاج على الأقل 6-7 ساعات متواصلين أنامهم بالليل والصحيان بدري، وده أحسن وقت للهرمونات وأحسن وقت لجهاز المناعة شخصيا. درجة لقوا في أبحاث كتير إن ده بيأثر بالفعل، يجوا يقيسوا بالفعل جهاز المناعة بيبقى متأثر ومختل مع الناس اللي ما بتنامش كويس. يعني ممكن أنام مثلا 6 ساعات أقسمهم على مدار اليوم ولا لازم بالليل؟ افضل حاجه 6 ساعات متواصلين بالليل، حتى لو خدت النومه بتاعه الظهر دي لكن تبقى ساعه بالكتير ولا حاجه راحه، لكن الاساس هي نومه بالليل. طب بالنسبه للحساسيه يا دكتوره، ناس كتير بتشتكي منها زي ما انت حضرتك قلتي بيحصل ما بينهم يعني خلط، هل الحساسيه يعني ممكن تيجي لو مناعتك مش كويسه؟ لا، احنا عايزين نقول جهاز المناعه ده في حاجه اسمها امراض نقص المناعه، ودي الناس اللي بيبقى عندها عرضه لميكروبات كتير، وفي حاجه تانية اسمها ان جهاز المناعه في اختلال فيه او بيدي فانكشنز زياده مش المفروض تحصل، دي اللي بينتج عنها امراض الحساسيه وبينتج عنها امراض المناعه الذاتيه زي الروماتويد زي الذئبه زي الحاجات دي. ففي فرق، لا المريض الحساسيه ما عندوش نقص مناعه، لكن عنده جهاز المناعه مفرط في ان هو يديني رياكشن زياده، مثلا كلنا بنشم التراب، لكن ده يفرط في ان هو يدي رياكشن عنيف من التراب كانه بيتعامل مع ميكروب. فده اختلال في فهم جهاز المناعه. في وقت الكورونا ظهرت دراسات كتيره قوي عن الاستخدامات السيئه على مدار السنين للبني ادم والانتيبيوتكس او المضادات الحيويه، وابتدت الدراسات تقول انه سبب يعني قوه او سيطره فيروس كورونا علينا وعلى جهاز الرئتين انه احنا افرطنا في استخدام الانتيبيوتكس على مدار السنين اللي فاتت، فبقى الفيروس اكتر شراسه واكتر قوه. انا ما اعرفش يعني دي تقريبا دي الدراسات، بعض الناس قالت لا ده بكتيريا لا ده فيروس والكلام ده، انا مش متخصصه، انا بقول لحضرتك الحاجات اللي كانت يمكن بتتداول وتتقال. هل الناس اللي بتاخد النهارده انتيبيوتك مع دور البرد خطر عليهم ولا في بعض الاحيان مطلوب ولا ايه؟
ولا استسهال؟ اسمحي لي اصحح معلومه، لا هو كورونا فيروس لغايه دلوقتي هو فيروس، احنا ما اختلفناش فيه لغايه دلوقتي، فبالتالي ملوش علاقه بالمضادات الحيويه. فبالتالي طبعا كان استخدام خاطئ للمضادات الحيويه. انا قصدي ان المضاد الحيوي عامه على استخداماته على مدار السنين ضع يعني اضعف من المناعه بشكل عام، فعشان كده الفيروس كان شرس علينا ما قدرناش ان احنا نصده مناعيا. دي يمكن مش مؤكده قوي الربط ده، لكن بوجه عام الافراط في استخدام المضادات الحيويه بيعجبوني قوي الامهات من زمان، اصل الدكتور الاطفال الفلاني كويس اصلا ما بيديش مضادات حيويه. الحقيقه نسبيا الكلام ده مش غلط، لانه معظم مثلا الادوار اللي بياخدوها الاطفال ادوار فيروسيه فالمفروض نستنى عليها، لكن في دكاتره للاسف بتبقى ايديهم واكلاهم ونكتب مضادات حيويه. وحاليا بقينا بنشوف في السوق مضادات حيويه بره عشان تتكتب لازم مزرعه صريحه معموله للعيان تطلع المضاد الحيوي ده عشان يتكتب. احنا هنا للاسف الشديد بتتصرف في الصيدليات بسهوله، فبيطلع لنا بكتيريا ريزيستنت بقى خلاص ما بقاش في مضاد حيوي عارف يتصرف معاها. فده خطوره الموقف اللي احنا فيه. ده غير الافراط في المضادات الحيويه، في دراسات كتير قالت بالذات في السن الصغير ممكن تعرض الطفل اصلا لحساسيه مع الوقت تعمل له حساسيه. اكسار المضادات الحيويه بيقتل للاسف البكتيريا المفيده بالظبط اللي موجوده بنسميها حاليا الميكروبيومز، ودي عليها دراسات كتيره بقى لنا يمكن 10 سنين شغالين في دراسات على القصه دي، انه بقوا بيربطوها بامراض كتيره جدا. فانا لما باجي بالمضادات الحيويه اقتلها دي اللي موجوده في الامعاء بتاعتنا وموجوده بكثره، اجي اقتلها طب انا بهد في جهاز المناعه بتاعي. فطبعا المضاد الحيوي المفروض ما يتاخدش غير تحت اشراف طبيب شايف بوضوح ان في عدوى بكتيريه، لكن الفيروس لكن دور البرد مش محتاج خالص مضاد حيوي. طب ايه اكتر حاجه بتبوظ جهاز المناعه غير الافراط في المضادات الحيويه، غير عدم النوم، غير الصحه النفسيه؟ ممكن نقول ايه اكتر الحاجات اللي بتهد جهاز المناعه بالنسبه للانسان؟ ارجع لنقطه الصحه النفسيه اللي حضرتك برضو وجهتنا ليها، التوتر العصبي اللي احنا فيه حاليا للاسف الشديد ده داء العصر، ده الداء الاساسي بالنسبه لنا. انا بعتبره يمكن اكتر من كانسر واكتر من حاجات كتيره يمكن الناس بتخض منها، التوتر العصبي اللي بقينا فيه بالذات مع وجود سوشيال ميديا، بالذات مع وجود طول الوقت اشاعات واخبار، طول الوقت الواحد جهازه العصبي طول الوقت اليرت. لقوا برضو انه الخلايا المناعيه بتتاثر بالقياس بالفعل بتتاثر، ومش بس كده في دراسه لقت انه تاثير التوتر العصبي ممكن يخليني ما اعرفش استفيد من تطعيمات، مش عارفه جسمي مش عارف يطلع اجسام مضاده كويس عشان انا متوتره اليومين دول. التوتر بيعمل سلسله من الامراض يمكن مش مجالنا النهارده نتكلم فيها، لكن على الاقل هو فعلا بيتدمر في جهاز المناعه. فده من الحاجات اللي محتاجين نحاول نقاومها. طبعا ده مشكلتنا جميعا يعني، لكن على الاقل مثلا لعب اليوجا من الحاجات اللي بيتنصح بيها جدا انها بتحسن النفسيه وبتهدي الاعصاب شويه، وفي بقى حاجات كتيره زي بيهيفيرال ثينكينج وكده ولايف كوتشز بيساعدوا ان الواحد ازاي يهدى، لكن التوتر العصبي ده ضايق العصر فعلا خارب جهاز المناعه الكل. طيب مرضى المناعه الذاتيه بقى ربنا يكون في عونهم، يعني اشرح لنا بقى يا دكتور اصلا ايه هي المناعه الذاتيه، بتيجي من ايه، ازاي اعالجها، محتاجه اعمل ايه لو بعد شهر حد عنده المرض المناعه الذاتيه؟ مرض المناعه الذاتيه باختصار برضو الجسم اتلخبط، افتكر ان المفاصل بتاعتي دي جسم غريب كانه ميكروب وراح محاربها فينتج عنها مثلا مرض شائع زي روماتويد. ده برضو بقينا نشوفه بكثرة بعد الكوفيد، الكوفيد للأسف لعب في جهاز المناعة شوية عندنا. الأعراض إنه لو حد بدأ يشتكي من ألم في المفاصل أو دكتور بدأ يوجهه، يمكن أكتر العينين ساعات مش هيقدروا يدركوا إن في مرض مناعي، لكن مثلا حصل حاجة في الجلد دكتور الجلدية يوجهه لأ أنت محتاج دكتور مناعة، ألم في المفاصل دكتور العظم بيقول له روح لدكتور مناعة، فده طريقة تشخيصه. ازاي احمي نفسي من الامراض المناعه الذاتيه؟ نفس الكلام اللي قلناه ان انا ازاي احافظ على نفسي من الادوار البرد، هو نفس جهاز المناعه اللي احنا عمالين بنعمل بنحاول نحوط عليه. جهاز المناعه على فكره ما هوش خليه معينه ولا الرئه بس مثلا ولا الكبد بس، جهاز المناعه ده خلايا موجوده في الجسم كله، في كل عضو في خلايا مناعيه بتتصرف وبتتشاور وبتتكلم وفي يعني جانكشن ما بينها وما بين بقيه الجسم، فجهاز المناعه ده بيربط الجسم كله. وامراض كتير ما كناش عارفين اسبابها زمان اكتشفنا مع الوقت ان سببها جهاز المناعه، امراض مناعه ذاتيه. في ناس اللي بتحب السبلمنتس او المكملات الغذائيه او الفيتامينز الفيتامينات ومولعين بيها جدا، بيقولوا ان الزنك وان فيتامين سي وان عموما الكبسوله اللي فيها كل الفيتامينز اللي بتاخدها كل يوم الصبح بعد الفطار دي اهم حاجه علشان مناعتك تقوى، تعليقك؟ تعليقي انا واحده من الناس ما اخدهمش وما اديهمش لعيلتي بمنتهى البساطه، وانا دكتوره مناعه
فانا عندي ربنا يعمل لنا طبق سلطه كبير قوي وتنوع رهيب صيف وشتاء، وبلدنا الحمد لله الخير ده مليان فيها. في الشتاء وفي الصيف بنلاقي انه الفيتامينات اللي محتاجينها موجوده في الفاكهه في بتاعت وقتها، المينرالز اللي محتاجينها الاملاح زي الزنك، على فكره مش زنك بس، الزنك والنحاس والحديد والمنجنيز وكل الحاجات دي محتاج جسمي محتاجه بكميات صغيره. انت محتاجه، لا محتاجه كميه كبيره، تاكلي كميه كبيره قوي من الاكل ده عشان تدخلي مش للدرجه الانتيك بتاعك في اليوم. لا لا، طول ما انا ما عنديش جسمي ما عنديش مرض في الجهاز الهضمي وامتصاص عندي كويس والدنيا ماشيه معايا كويس، المفروض ان انا لو باكل ثمرتين ثلاثه فاكهه على الاقل في اليوم مع طبق سلطه الخضار مع الاكل الصحي برضو البروتين، بروتين مهم جدا سواء نباتي او حيواني. الاوميجا 3 مثلا انا برضو ما بنصحش انا اخدها كده عمال على بطال، لكن اكل السمك في حد ذاته دي من الحاجات الصحيه جدا. ليه ما بتنصحيش يا دكتوره؟ هم ناس كتير بتقول ان هي من افضل الحاجات. وليه اخدها لو ما كنتش محتاجاها؟ يمكن دلوقتي بقى في ريكومنديشنز واضحه وصريحه، توصيات عالميه بالنسبه لمرضى الروماتويد مثلا، نمشيهم على الاوميجا، بنكتبه في الروشتات ده، بنضطر نكتبه ساعات لانه فيتامين ده نسبته في الاكل الشمس. مش موجود كتير في الشمس للاسف الشديد، احنا الشمس بنتعرض لها من ورق ازازه عربيه. ممكن اكون حتى سان بلوك، ما بقعدش الفتره المناسبه المفروض اقعدها، فكل الناس بيطلع نسبه فيتامين دي عندها قليله. ما فيش حد في المدينه يمكن اللي هم العواجيز، كان ليا صديق بيكشف في الصعيد بيقول لي ان الراجل عنده 80 و90 سنه ممكن يبقى عنده امراض خفيفه جدا لكن ظهره سليم وقوته البدنيه سليمه عشان فيتامين ده، عشان هو بيفضل طول اليوم بيزرع واقف في الشمس. احنا اهل المدينه للأسف ما عندناش الاوبشن، وبنقابلها متغطيين كمان يعني بالظبط، هي محتاجه نكون معرضين للشمس اكتر. كل الجسم معقولة؟ مش كل الجسم بس يعني الى حد ما، مش بكم مثلا كده. فاحنا دلوقتي ما بقيناش بنتعرض لها الفتره الكافيه اتليست ساعه في اليوم من 10 ل 4 واكون لابسه كات مثلا، او مين بيقدر يعمل كده النهارده؟ فده عشان كده معظمنا بيطلع فيتامين دي عندنا قليل. موجود في الاكل على فكره، البيض، الاسماك زي السالمون والماكريل والحاجات اللي هي الاسماك الدهنيه، الاسماك الدهنيه بس ما بتتاكلش كتير. لا يا دكتور، هو يعني للاسف انا واحده مثلا بفطر كل يوم تقريبا بيض، لا هو نسبته قليله في البيض، وعندي مش نقص كفاية. جامد جدا في فيتامين دي، دي حقيقة. يعني لا، اللي انا قصدي عليه انه ساعات كتيره مهما كلتي من 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 يعني خضار وفاكهه، لا الانتاج بتاعك محتاج فيتامين. ما انا بقول لحضرتك في حاجات قليله زي فيتامين دي ممكن نحتاج لو ناس ديفيشنت فعلا بنديهم، في حاجات زي الاوميجا 3 بالنسبه للناس المرضى المناعه الذاتيه، وفي بعض الادويه بنحتاج ان نكتب مع السبلمنت اوتوماتيك، لكن مش عمال على بطال مالتي فيتامينز الناس ماشيه عليه. اعتقد سؤال مصطفى كمان كان في حته كده انه عايز يقول حضرتك انه هل طب هي خطر لو انا باخد بكمل اكلي بالفيتامينز؟ هل انا النهارده واحده باكل مثلا خضار وفاكهه يوميا لكن لسه عندي بعض النقص في مثلا خليني اقول الحاجات الاساسيه حديد وفيتامين دي، هل النهارده تكمله ده بالسبلمنتس او بالمكملات الغذائيه بالفيتامينز غلط؟ لا، لو هي ناقصه فناقصه ده معناه ان حضرتك عملت تحليل. ما هي دي الفكره، برجع تاني واقول لو في ضروره طبيه هعمل تحليل وطلع فعلا عندي في نقص في الحديد هاخد حديد لغايه ما يبقى كويس واظبط اكلي ومش هحتاج، طول ما انا جهاز المناعه بيعرف يمتصه. ما هو في ناس عندها مشكله من الاول في الجهاز الهضمي، في ناس عندها مشكله من الاول مثلا في الامتصاص في الجهاز الهضمي، لكن في سبب ناس مثلا بتنزف، في ناس عندها نزيف على طول، فده لازم يبقى عندهم على طول نقص في الحديد. ما هو يعني اعالج النزيف يا اما اتليست هيحتاج حديد، فانا ماشيه بالتحليل، تحليل واطي هدي سبلمنت. اذروايز فكره ان انا افضل سبلمنت ماشي عمال على بطال، الناس ماشيه بمالتي فايتامين، الناس على طول تدخل لنا دلوقتي بعلب فيتامينات جايبينها من بره حتى ما بقناش فاهمين اول من اخرها ايه، واخد ده ولا ما اخدوش. لا، انا هدي الحاجات اللي انا محتاجاها طول ما البني ادم اللي قدامي كويس ابيرنتلي وصحته كويسه وبيمتص كويس. يعني ناقص مش مشكله، لو ناقص مش مشكله، لو ناقص طبعا هدي، بس هدي لغايه ما اكمله. لكن في حاجات بيبقى الاوفر دوز فيها خطر. طب والمالتي فيتامين الحبايه الواحده اللي هي ناس كتير جدا ماشي عليها، يعني انا ما بنصحش قوي لانه نسب الحاجات فيها اولا من علبه للتانيه بنتكلم في ايه، يعني انا دايما العيانه اقول له هات لي العلبه اشوف فاشوف بقى الكميات، في حاجات بتبقى الكميات اللي هتبقى صغيره فخلاص. يعني الحاجات دي ما لا تسمن ولا تغني من جوع، عايزه تقولي كده؟ مش بتدي الزنك وفيتامين سي وايه ودي، مش هتدي كل الكميات اللي انا عايزاها ومولي انا مواد حافظه، ليه هلجا للكلام ده اذا كان انا عندي ربنا مديني حاجات طبيعيه؟ الا لو زي ما قلت لحضرتك في مرض او في دواء، يعني مثلا لما بنكتب كورتيزون نكتب معاه فيتامين د وكالسيوم عشان عارفه ان هيحصل دروب، لكن انا خلاص ما دام العين يقدر ياكل كويس انا خلاص بعتمد على الاكل. الا لو عمل تحليل ولقينا قليل، دي حاجه تانية طبعا. اذا احنا في دخول فصل الشتاء ان شاء الله في الفتره الجايه بننصح
كله كويس، كله الاكل المفيد، دخلوا البروتين، دخلوا الخضار والفاكهه. يمكن بنتكلم في ده على طول مع اي دكتور بينورنا هنا، سواء دكتور تغذيه او دكتور مختص في البطنه او غيره او غيره. كل الدكاتره بيتكلموا انه عشان نحارب الادوار البرد او نزلات البرد اللي بنتعرض ليها سواء كانت برد او حساسيه، لازم نقوي جهاز المناعه. بنقويه ازاي؟ بنقويه بالاكل المفيد اللي ربنا خلقه، مش محتاجين لا نروح نجيب ادويه غاليه ولا نعمل اي حاجه. ناكل الخضار والفاكهه اللي موجودين في اي سوبر ماركت او في اي سوق تحت بيتنا، نقدر ننزل نشتري الحاجات دي بكل سهوله. بنشكرك يا دكتور سيلفيا طلعت، استاذ مساعد بكليه طب عين شمس قسم البطنه العامه ووحده الحساسيه والمناعه. بنشكرك كل الشكر ليك على وجودك معانا. شكرا ليك يا دكتور. خلينا نروح لفصل سريع ونرجع نكمل فقراتنا معاكم في صباح الخير يا مصر. بنرحب بكم مرة تانية. أيام قليلة بتفصلنا عن انطلاق واحد من أهم المهرجانات المسرحية في مصر، مهرجان المسرح التجريبي اللي بينطلق بمشاركة مصرية وعربية ودولية كمان. خلينا نتكلم عن فعاليات المهرجان وإيه الجديد السنة دي. معنا عبر الهاتف دلوقتي الدكتور أيمن الشوي مدير المهرجان وعميد المعهد العالي للفنون المسرحية. صباح الفل على حضرتك، أهلا بيك. صباح الفل على حضرتك وعلى كل المصريين. أهلا وسهلا دكتور أيمن. يعني الفن التجريبي ربما في مصر ناس كتير مش فاهماه، ويعني إيه السمعة بتاعت الفن التجريبي بالذات فيما يتعلق بالرسم ربما تختلط على الناس فيما يتعلق بالمسرح. خلينا نتعرف الأول ما هو المسرح التجريبي علشان نشرح المهرجان ده بيعمل إيه بعد إذنك. احنا السنه دي الدوره 39 بالنسبه لنا في المسرح التجريبي، واصبح من المهرجانات اللي احنا المصريين كلهم بينتظروها والمسرحيين بالذات بيصروا على مشاهدتها. يعني مصطلح التجريب ببساطه عشان ما تقولش على حضراتكم ايوه مش مصطلحات متخصصه، هو ارتبط بفكره البحث عن لغات مسرحيه جديده، يعني ان العالم كله تحول الى لغه الصوره والى الدلالات البصريه اكثر منه الدلالات الصوتيه او الكلمه يعني. فهو كان مرتبط في فتره من الفترات خصوصا في الثمانينيات بفكره البحث عن لغات مسرحيه جديده بصريه اكثر منها صوتيه او مكتوبه في كلمات يعني. ده ادى الى تطوير المسرح المصري واسهم كثيرا في تطوير المسرح المصري بشكل يعني شارلي شابلن، توم وجيري، عايز تقول كده مثلا يعني كنموذج. طبعا يعني احنا مش ده مش مسرح بس من عشان نوضح للمشاهدين. لا هو فكره انك انت الثقافه الانسانيه كلها اتغيرت من المكتوب والمقروء الى ما هو مسموع ومرئي اكثر منه. يمكن احنا دلوقتي بنشوف يعني فكره الانترنت والمنصات الفضائيه والحاجات دي والسوشيال ميديا دي كلها حاجات بصريه اكثر منها مكتوبه، انك انت بتتفرج على حاجه معينه فبالعين بتحسها اكثر وتكون اكثر تاثيرا من خلال العين ومن خلال الاذن. ده مفهوم التجريب ارتبط في فتره من الفترات ده، وارتبط ايضا بفكره مساهمه الجمهور في العرض المسرحي ومن خلال حاجه اسمها الانتر اكشن او التفاعل التفاعليه في المسرح. ده ببساطه التجريب. طيب دكتور ايمن، ايه الجديد السنه دي في المهرجان اللي هنقدر نشوفه وايه الدول اللي مشاركه معانا؟ احنا السنه دي الجديد ان عندنا دول افريقيه بتشارك معانا. عندنا العروض اللي بتشارك، احنا عندنا حوالي 16 عرض. عندنا 8 عروض عربيه، 8 عروض اجنبيه اوروبيه بالتوازن، وفي عرضين مصريين بيشاركوا، عرض على الهامش، عرض على هامش المهرجان. عندنا عروض من ارمينيا، من جورجيا، من اليونان، من الكونغو. عندنا عروض من الامارات، البحرين، فلسطين. يعني في تعدد وتنوع في الثقافه المسرحيه اللي احنا بنقدمها هذا العام. احنا اداره المهرجان كانت حريصه على وجود مصر في محيطها العربي والاقليمي والبحر اوسطي ايضا، اللي هو
بحيث ان احنا نتفاعل مع الثقافات اللي موجوده حوالينا، وان احنا بنمثل كل الاتجاهات المسرحيه اللي موجوده في العالم كله. طب كلمنا عن ولادنا المصريين، عروضهم عامله ازاي يا دكتور وبيناقشوا ايه بالظبط؟ احنا عندنا عرضين لشباب على فكره، عرضين شبابيين. كويس. عرض من اجل الجنه او ايكاروس، ده من الاسكندريه، من مدينه الاسكندريه، وعرض تاني اسمه الرجل الذي اكله الورق، ودي بفرقه مستقله من شباب المسرح المصري. هي دكتور ايمن كلمنا عن لجنه التحكيم. لجنه التحكيم احنا برضو لجنه التحكيم لابد ان تكون ممثله لكل اطياف المسرح. يعني طبعا احنا عندنا مجموعه من المصريين، الاستاذ عصام السيد رئيس اللجنه، وبرضو بنمثل اطياف المسرح في المنطقه العربيه والافريقيه ايضا والاوروبيه. عندنا يعني مشارك في اللجنه من انجلترا، عندنا من الدول العربية 2 مشاركين أو 3 مشاركين من الدول العربية بالإضافة إلى 2 مصريين. طب لو اتكلمنا عن المشاركة الأوروبية، معنى حضرتك اللي قلته في بداية المداخلة إن مساحة الكلام، يعني لغة زي اللغة الأرمينية ما أعتقدش إن في مصريين كتير يعرفوها، مساحة الكلام في العرض كم في المية من الـ من الـ من الـ هو ده سر المسرح حضرتك، سر المسرح انك انت المسرح حالة انسانية عامة يمكن ان تتفهم في كل مكان وفي كل زمان، ودي احد خصوصيات التجريب ايضا. اهداف التجريب ان انا اقدم عرض مسرحي يشوفه اي حد باي لغة باي ثقافة ويتفاعل معاه وان هو يفهمه، ده احد اهداف التجريب اصلا. فعندنا العروض اللي جايه من جورجيا هتلاقي فيها مثلا الدمى، استخدام العرايس او الدمى الكبيره والصغيره بشكل فني، هتلاقي الاعتماد على الصوره وعلى مسرح جسد الممثل في الفراغ المسرحي اكثر من الكلمه، وبالتالي الصوره بتبقى مفهومه للجميع. أيوة. صوره واحده للجميع. طيب لو انا او اي حد من الجمهور حابب ان هو يتفرج ويشوف العروض بنعمل ايه؟ الحجز في المسارح نفسها، كل عرض بيتقدم لمده 2 يومين باتفاقيه الحجز. على هامش المهرجان برضه في حاجه مهمه جدا، احنا عندنا مجموعه من الورش الفنيه يمكن اتقدم لنا اكثر من 4900 مشارك في الورش الفنيه اللي بتقدم هذا العام. تم الاشتراك من خلال الانترنت. على اي حال يعني اعتقد ان هي تجربه جميله تستحق ان احنا نشوفها ونتفرج عليها ويعني نشوف التجارب المسرحيه من الدول الثانيه دي. احنا بنشوف المسلسلات او الافلام لثقافات مختلفه على المنصات المختلفه، بنبقى مستمتعين جدا. بس انت ان انت بتشوف شوارعهم، لغتهم، احنا متعودين بس على الافلام الامريكيه ثم الهنديه اللي ظهرت، صح؟ واخيرا انا عايزه اقول لك ان الافلام او المسلسلات او العروض المسرحيه اللي بتبقى من دول شرق اوروبا بتبقى جميله جدا، لان ليها طابع ثقافي خاص بيها هي. بالظبط كده. على حاله الدكتور ايمن الشوي نورنا وشرفنا بمداخلته الهاتفيه، بنشكرك يا دكتور ايمن. الدكتور ايمن الشوي مدير المهرجان مسرح التجريبي وعميد المعهد العالي للفنون المسرحيه والفنان ايضا العظيم، نورتنا وشرفتنا في صباح الخير يا مصر. طبعا احنا متعودين ان ولادنا في الالعاب المختلفه مشرفينا وبيحصدوا على جوائز مختلفه وعلى ميداليات مختلفه. هنتكلم النهارده عن المنتخب المصري للمواي تاي اللي قدر ان هو يحصد على 11 ميداليه متنوعه خلال منافسات البطوله العربيه اللي تم اقامتها في مدينه طرابلس في ليبيا. شارك فيها اكثر من 200 رياضي من 13 دوله عربيه. المواي تاي اللي ما يعرفوش هي رياضه يعني شبيهه بالكيك بوكسنج، يعني بتجمع عدد من الفنون القتاليه، ويمكن مصر عامله ريكورد فيها. خلينا نتعرف على تفاصيل هذه البطوله، تفاصيل المشاركه المصريه. الكابتن محمد ابراهيم رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي مشرفنا النهارده بالاتصال في صباح الخير يا مصر. اهلا بك يا كابتن والف مبروك للمنتخب المصري. صباح الورد عليكم، الف مبروك لمصر وكل المصريين الانجاز التاريخي اللي حققه اولادنا وبناتنا في البطوله العربيه.
هو انجاز كبير فعلا. صحيح. وضح لنا الاول ما هي رياضه المواي تاي وما هو الفرق بينها وما بين الكيك بوكسنج، الفروق يعني العامه يعني. رياضه المواي تاي هي رياضه تايلانديه تعني الملاكمه التايلانديه، وهي بتمارس فيها اللكم بالقبضه اليد واللكم بالكوع والركل بالساق والركل بالركبه، تمارس على حلبة ملاكمة من خلال تأدية 3 جولات، تقيم اللاعب الكسبان والخسران عن طريق لجنة الحكام مع ارتداء كامل أدوات السلامة، واقي رأس، واقي أسنان، قفاز، حامي كوع، واقي صدر، واقي للساق، وبيفرز اللاعب تقنيات المويتاي خلال 3 جولات، وبيقيم من خلال الحكام اللاعب الكسبان بياخد 10 نقاط واللاعب الخسران بياخد 9 نقاط، ويقيم بعد 3 جولات بالنتيجة من خلال لجنة الحكام الموجودة، سواء كان فوز بالنقط، فوز بالانسحاب، فوز بالضربة القاضية الفنية، فوز بالضربة القاضية، تقيم بهذه الطريقة. احنا شايفين قدامنا دلوقتي يعني في كده ميكس حلو ما بين الولاد والبنات في سن مختلف، اعمار مختلفة كمان. تفاصيل الميداليات بقى يا فندم اللي حصل عليها المنتخب وتقسيمها ايه؟ والله يا فندم انا فخور باولادي وبناتي ابناء الاتحاد المصري للمواي تاي، ان الاتحاد في العهد لسه مشهر سنه 2020 ابو غير الدكتور اشرف شحاته 159 لسنه 2020، يعتبر اتحاد حديث العهد، لكن عندنا 13 بطل عالم، مش بطل بطوله عربيه، بطل عالم، عندنا ذهبيات بطوله العالم بين اولادنا وبناتنا، حاصلين على ذهبيات وفضيات بطوله العالم مش بطوله عربيه بس. ويمكن كم ميداليه، كم ميداليه ذهبيه يا فندم؟ عندي 3 ميداليات ذهبيه، ذهبيه انس عصام، وذهبيه ذكرى صلاح، وذهبيه اريال مجدي، وذهبيه محمد محي، وعندي 7 بطولات لاولادي حصدوها برضه في نفس البطوله. طب اعمارهم قد ايه الابطال وهل هم ذكور ولا اناث؟ لا ذكور واناث موجودين، ويمكن بناتنا اثبتوا نفسهم وتوجوا على المنصه وتم عزف النشيد الوطني ذكرى صلاح وريان مجدي. كويس. تحيه مني ليهم للاتحاد المصري للابطال ان شاء الله. طب ابرز الدول اللي شاركت بقى يا فندم كانت ايه؟ يعني الدول اللي كانت يمكن منافستها صعبه، خليني اقول لما كان ابطال منتخبنا بنفسهم. طبعا يا فندم في اتحادات ودول من الدول الشقيقه العربيه هم اتحادات رائده في رياضه المواي تاي، يعني الاتحاد المغربي موجود في رياضه المواي تاي من السبعينات، الاتحاد العراقي موجود في من التسعينات، الاتحاد التونسي موجود برضه فيه من التسعينات، موجود فيه الاتحاد المؤسس من التسعينات، الاتحاد الاردني موجود وبقوه، في كثير من الاتحادات، الاتحاد الليبي، الاتحادات كلها، معظم احنا طبعا احنا اخر اتحاد اشهر في الاتحادات، لكن الحمد لله احنا وصلنا للمربع الذهبي. المنافسه كانت فعلا قويه، وكانوا الابطال كلهم من كل الدول جاهزين وحاضرين، واولادنا قدروا يثبتوا نفسهم الحمد لله. الحمد لله، يعني ألف ألف مبروك لأولادنا، يعني اللي دايما مشرفينا في جميع يعني مختلف كمان المجالات والرياضيات المختلفة. بنشكرك كابتن محمد إبراهيم رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي، كل الشكر ليك يا فندم. على كل حال بكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة يا مصطفى، هنستنى حضراتكم إن شاء الله بكرة في نفس الميعاد، استنونا في حلقة جديدة من صباح الخير بكرة إن شاء الله. بنصبح عليكم صباح الخير يا مصطفى. صباح الفل عليكم.